مساء الخير. بعد ما أقرت حكومة الرئيس حسان دياب حكومة مواجهة تحديات بيان الوزارة بالإجماع، سؤال بيطرح حاله اليوم: هل ستمنح الحكومة ثقة المجلس النيابي، ثقة الشارع وثقة المجتمع الدولي لتتحمل مسؤولية مواجهة معالجة استحقاقات داهمة فيما الأموال المطلوبة غير متوفرة؟ حكومة الرئيس حسان دياب أقرت فيما بينها بأن النجاة من الانهيار بالأمن والاقتصاد وغضب الناس واستعادة الثقة تتحقق بالأفعال وليس بالوعود، إلا أنه كان لافت أن ما أخذت بالاعتبار الانتقادات والملاحظات اللي أعطيت على مسودة البيان اللي سربت الأحد وتم التداول فيها، بل اكتفت بإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها، تعديلات إجت بس بالشكل، تم تعديل بعض العبارات وتغيير ترتيب بعض الفقرات، لكن الجوهر بقي نفسه. حتى البند المتعلق بخطة الكهرباء ما تغير. وبوقت شدد رئيس الحكومة على أنه هالبيان ركز على أولويات المرحلة وهو بمثابة برنامج عمل أكثر منه بيان، كتار اعتبروا أنه حكومة الرئيس دياب استنسخت بيان الحكومة السابقة، فيما أكدت مصادر الحكومة لبرنامج حقك بإيدك أنه الأولويات بهالبيان تختلف عما سبق من بيانات، إذ للمرة الأولى يحدد إطار عمل الحكومة ضمن خطة طوارئ لمعالجة الأزمات، وللمرة الأولى أيضا طول الحكومة الأوضاع الاقتصادية والمالية الأولوية على حساب السياسة. وشددت المصادر على أنه الجديد أنه هالحكومة حددت أهداف عملها بشكل واضح ومدروس، وألزمت نفسها بخطوات وإجراءات ضمن سقوف زمنية لا تتعدى المرحلة الأولى منها 100 يوم، المرحلة الثانية سنة، والمرحلة الثالثة 3 سنوات على مستوى مقاربة مختلف الملفات، بدءا من الإصلاح القضائي ومحاربة الفساد، مرورا بملف الطاقة والكهرباء، إصلاح المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وغيرها من البنود اللي بتحاكي الواقع وبتسعى للوصول إلى حلول. بيان حكومة مواجهة التحديات حدد سبل المحاسبة، وقال صراحة أنه لا سلطة ولا محاصصة ولا مراعاة على حساب القانون، مصطلحات لم ترد ببيانات وزارية سابقة، وهو فند الإجراءات والتدابير بحسب قول المصادر. ولكن رغم ذلك اصطدم البيان برفض شريحة كبيرة من اللبنانيين اللي ما عادوا قادرين يصدقوا كل الوعود والشعارات، وبتبقى العبرة بالتطبيق. حكومة الرئيس دياب نفسها اعترفت بأنه استعادة الثقة مسار طويل بيتطلب مصارحة الناس بالحقيقة وبيحتاج لإنجازات ملموسة. بحلقة اليوم من البرنامج رح نفند الإصلاحات اللي طرحها البيان لحكومة مواجهة التحديات بالتفصيل، وما إذا كان فعلا بيختلف عن سائر بيانات الحكومات السابقة، ومنحدد البنود الجدية فيه وهل هي قابلة للتحقيق أم أنه كل سطر فيها بيحتاج سنوات ضوئية ليتحقق، وهل يبشر باقتيارها بالفرج أم بيكتفي بترديد الشعارات الرنانة. رحبوا معي مشاهدينا بضيوفي بالاستوديو الليلة، الخبير الدستوري والباحث السياسي دكتور عادل يمين، أهلا وسهلا فيك. أهلا. دكتور مصباح مجذوب، عضو الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ولا فساد، وخبير محاسبة مجاز كمان، ومدام لوري هايتايان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية وخبيرة النفط، أهلا وسهلا فيكم. على أنه ينضم إلينا بالقسم الثاني من الحلقة نائب خبراء المحاسبة المجازين بلبنان سركيس صقر. بالبداية بنبدأ بالريبورتاج الأول لهالحلقة اللي رح يحكي عن جزء من الإصلاحات اللي اضطرت إلى الحكومة ببيانها الوزاري، الإصلاح القضائي، استقلالية القضاء ومكافحة الفساد. خلينا نشوفه سوا ونرجع نباشر حوارنا. في وقت لم تأتي البيانات الوزارية لجميع حكومات ما بعد الطائف على ذكر مبدأ استقلالية القضاء، وإن فعلت أحداها كان ذلك بشكل عام من دون الخوض في التفاصيل، نجد أن بيان حكومة الرئيس حسان دياب قد خصص جزءاً كبيراً للإصلاحات القضائية والتشريعية، كما تطرق إلى سبل تأمين استقلالية القضاء من خلال عرض خطة عمل مدتها 100 يوم من تاريخ نيل الثقة، وتتضمن الخطة إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، حث مجلس القضاء الأعلى على التسريع في إنجاز مشروع التعيينات والتشكيلات القضائية، تعزيز قدرات هيئة التفتيش القضائي، السعي مع الهيئات القضائية المختصة لوضع سياسة جزائية عامة تهدف إلى حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، لا سيما حق التعبير والتظاهر، إعداد مشروع قانون بتعديل معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79. وكذلك عرض البيان خطة عمل خلال سنة من تاريخ نيل الثقة تقضي به تعاون الحكومة مع المجلس النيابي من أجل التسريع في إقرار القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها،
إقرار مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها، تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إقرار مشاريع القوانين التي تواكب القطاع الثقافي. إلى ذلك تم وضع خطة عمل من سنة إلى 3 سنوات تتضمن إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين بما يضمن فعلياً الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، ويحقق المساواة بين المرأة والرجل، ويحمي الفئات المهمشة، ويسرع المحاكمات، ويعزز مناخات الاستثمار. وضع مخطط توجيهي لتحسين حالة السجون وأوضاع السجناء، وضع خطة شاملة لتطوير قصور العدل والعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك. ولأن مكافحة الفساد هو من أولويات حكومة الرئيس دياب، فقد أعلنت التزامها في أول 100 يوم بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإسراع بتنفيذها، حث النيابات العامة المختصة على ملاحقة الملفات التي تعتريها شبهة فساد وسائر الجرائم المالية والجرائم البيئية، متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج، تعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة المسبقة واللاحقة وهيئة التفتيش المركزي، إنجاز وتعديل مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة الإثراء غير المشروع. كما تلتزم الحكومة في أقل من سنة باسترداد الأموال المنهوبة من خلال إقرار مشروع قانون يكافئ من يساعد في الكشف عن الجرائم التي تستهدف المال العام، السعي إلى الكشف عن الأموال المنهوبة عبر الجهات القضائية، مراجعة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يسهل منح الأذنات بملاحقة الموظفين في القطاع العام. إلى ذلك أكدت الحكومة التزامها بما ورد من إصلاحات في الورقة التي أقرت في مؤتمر سادر رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل، لا سيما الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية. بذكركم مشاهدينا أنه فيكم تتواصلوا معنا إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عبر واتساب الرقم يلي عم بتشوفوه على أسفل الشاشة. أول شيء اسمحوا لي بداية نقول أنه التقارير يلي رح تمرق بالنشرة نحن يعني بالحلقة نحن استندنا لمسودة البيان يلي نزلت يعني من الأحد، ما عدنا عدلنا عليها لأنه تقريبا مثل ما كنت قلت بالمقدمة بالمضمون ما كان في شيء مختلف، يعني بس بطريقة يعني بعض الكلمات صوغ صياغة الجمل وترتيب بعض الفقرات. يعني دكتور يمين، يعني هل مرتاح حضرتك لمضمون البيان الوزاري؟ هل شفت فيه وسائل عملية لتطبيقها، يعني قياسا على ما هو معلق من آمال اليوم من حكومة أخصائيين؟ يعني بداية لابد من القول أنه أي بيان وزاري بالأصل هو يعني يتضمن عناوين ورؤية للحكومة، ولا يمكن أن يتضمن خطة شاملة ومتكاملة لسببين. أول سبب لأنه من الواجب على الحكومة أن تعد هذا البيان خلال 30 يوم من تشكيلها بحسب المادة 64 من الدستور، ويستحيل على الوزراء أن يكونوا قد ألموا بكل مشاكل وزاراتهم خلال 30 يوم وأعدوا خطة لحلها، وبالتالي البيان يعبر عن رؤية وتصور وبرنامج وعناوين. بهالمعنى هل يختلف عن يعني بيانات الحكومات السابقة؟ ما يختلف هذا البيان عن سائر البيانات الوزارية السابقة، أولا أنه تضمن جدولة زمنية للمشاريع والإنجازات المرجوة. هذا الأمر يتيح للحراك وللنواب وللشعب وللجمعيات وللإعلام أن يلاحق ويتتبع الحكومة في تنفيذ برنامجها بحسب المهل اللي وضعتها على نفسها، بحسمون على أساس يعني. نعم، صار في معاد أمر مفتوح، في عناوين محددة وأهداف محددة، ووضعت لكل هدف مهلة معينة تتراوح بين 100 يوم و3 سنين. هيدا أمر كتير مهم بنظام المساءلة والمحاسبة. الأمر الثاني أنه البيان تضمن اعتراف بالحراك وإقرار بوجوده والدعوة للتواصل بين الحكومة والحراك، كذلك تضمن تبني لمعظم مطالب الحراك سواء بصورة صريحة حين قال مطالب الحراك بأغلبها هي ليست فقط محقة إنما ملحة وواجبة التطبيق، وكذلك تضمن ببنوده التفصيلية معظم ما رفعه الحراك من دعوة لاستعادة المال المنهوب، لمكافحة الفساد، لإقرار المشاريع القوانين المتعلقة بتطوير الإسراء غير المشروع، قانون
الإسراء الغير المشروع، تعزيز الشفافية، قانون الشراء العام، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كذلك بالشق الاقتصادي دعا البيان ووعد بالانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي، وكذلك تخفيض الفوائد على خدمة الدين والعمل مع مصرف لبنان والمصارف لتخفيض هذه الكلفة. هذه طبعا أسس جدية للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد. نعم دكتور مجذوب، يعني هل يعني شو رأيك، يعني من رأيه هل هو اليوم يعني البيان على المستوى المطلوب، يعني من حيث الخطوات الحكومية الفعالة اليوم المطلوبة لمعالجة الأزمة يعني المالية الاقتصادية المعيشية؟ شكرا على سؤالك. البيان واضح قدامنا في عناوين، خلينا نتطرق للنقاط كمان، يعني صحيح. كيف بتلاقون صحيح. يعني أيه يعني يطبق أيه لا يطبق، أيه بتحسوه شعار أيه نعم. بتحسوه نعم نعم. نحن البيان اللي بين إيدينا في عناوين رائعة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن معودين على البيانات، نحن معودين على وجود قوانين، ولكن تطبيق القوانين اللي عنا مشكلة فيهم. نحن ما ننسى أنه صار في جردة مؤخرا بالبرلمان، وتبين أنه في أكثر من 50 قانون موجود وبقر ومصوت عليه بالهيئة العامة، إلا أنه لا يطبق. وبالتالي نحن معودين في هذا البلد أن يكون هناك عناوين بتبسط الديني، نسمع سيمفونية بالديني، بنبسط فيها يمكن المجتمع الدولي، بنبسط فيها بس اليوم وضعوا مثل هلا ما حاطين آلية كاملة، بس حاطين يعني كتير مشددين على إنه اليوم بدنا نشتغل على تعزيز يعني القدرات الهيئات، هيئات الرقابية، يعني في تطبيق بده يصير. يعني واضح تماما إنه في عمل، يعني نحط النقاط يلي الكل اللي عم يحكي فيها، اللي احنا بنسميها ثورة لمكافحة الفساد. ثورة لمكافحة الفساد الكل هلا عم يحكي فيها، كل المكونات السياسية، الأحزاب، الشعب، كل العالم عم تحكي بمكافحة الفساد. نحن شايفينها هاي، عندنا بعض الملاحظات عليها، ولكن على سبيل المثال نحن بدنا نحكي بأول نقطة اللي هي الإصلاحات القضائية والاستقلالية في القضاء. تم تعديد عدة نقاط، النقاط كما تم تعدادهم، يعني إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء عم نشوفهم على الشاشة كمان، شيء رائع، وذلك منظور شامل وكامل. إصدار مرسوم تعيينات والتشكيلات القضائية، هيدا اللي نحن نطمح إليه، بدنا نشوف وجوه جديدة، دم جديد في هذا الجسم القضائي، لما يراعي الكفاءة والنزاهة والتجهيز والنزاهة لسيما المحاباة والمحاباة. بس هون لما نحن يعني شو بخاف هون يا استاذ باسكال، لما نحن نقول لسيما الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، هذا المفروض يكون موجود. أنا ما بدي أحطه بالبيان الوزاري، يعني ما بدي أقول عم يربحونا من نية فيه، هذا إبسو فاكتو أنا لازم يكون موجود بدولة قانون. أنا عم هذا لازم، بس نحن ما عندنا إياه، وبالتالي يعني عم ينقلنا بأنه نحن يكون في نزاهة وحيكون في كفاءة. أنا كنت بتمنى ما يكون موجود، لأنه إبسو فاكتو هذا حق لإلنا. على أمل يطبق اليوم، يعني تم تذكيره شيء رائع. نحن بدنا هذا التذكير، بدنا هذا التطبيق، نحن ما فينا إلا نشد إيدنا على هذا الانتقاء. ولكن كمان نحن يعني بدنا نحن نقول أنه نحن بدنا أكثر من هيك. وبالتالي تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي مشكورين فيه، حسن سيد العدالة ومدى الالتزام. في كتير أمور، بس على سبيل المثال حط النيابات العامة المختصة وكافة الأجهزة إنفاذ القانون. طب هذا واجب أساسي لأي دولة مؤسسات، يعني أنا عم ينذكر شيء لازم يكون موجود، بس هو مش موجود. أنت بتعرف يعني مش عم يطبق اليوم، فإذا حرصنا على أنه نرجع نطبقه إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الشيء اللي نحن نقوله بالإصلاحات القضائية، العناوين كتير حلوة، التطبيق بدنا نحن ننطر. نحن كجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، حيكون نحن عم نلعب دور البوصلة، نحن عم نتابع كل نقطة. وإيش الوزارة قالت خلال 100 يوم، خلال سنة وخلال 3 سنوات، نحن بعد 100 يوم يعني هن حددوها، حنكون نحن عم نراقب. نحن خليها تاخذ الساعة أول شيء صحيح. يا دكتور صحيح تاخذ الساعة طبعا بعد أخذ الساعة، ولكن نحن بعد 100 يوم نحن حيكون في عنا البيانات، نحن حنكون في عنا المراقبة، ونحن عم نقول أنتوا وعدتوا، يا شتيتوا عن وعدكم يا أنتوا فيه. هلأ في عندي أنا ملاحظة على 3 سنوات. تفضل. 3 سنوات
نحن عنا الانتخابات المفروض تكون بال 2022 بأيار 2022 نعم. ثلاث سنوات يعني شتينا بعض الانتخابات يعني هون أنا بس خوفين إنه ليش حطوها على ثلاث سنوات مع إنه بيكون صار في تصريف أعمال وفي انتخابات جديدة لازم يكون لكن متأملين إنه الحكومة الجديدة لا إن شاء الله يكون تقديم التمديد يعني هذا تقديم الجديد التابع يعني بس أحكي لهذا الموضوع لأنه أنا خفت من ثلاث سنوات يكون في نية تمديد. شو رأيك دكتور يرمين؟ رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون سبق ومنع التمديد وعطل المجلس النيابي مستخدما المادة 59 من الدستور للمرة الأولى منذ الاستقلال، وبالتالي بعهده ما في تمديد. أما موضوع ذكر الثلاث سنوات، أولا تقريبا في ثلاث سنوات لوقتها يعني تقريبا، وبعدين في مبدأ الحكم استمرار، تقدر الحكومة الجديدة بعد الانتخابات تستمر بهذا البرنامج، أما إذا ارتقت تغييره في ضوء الانتخابات النيابية الجديدة ورؤيتها الجديدة لا شيء يمنع، ولكن هذه الحكومة تقول هذه رؤيتي، بتقدر حكومة جديدة تتابع الرؤية وبتقدر تعدلها. يعني مش هيقولوا سنتين ونص يعني سنين ان شاء الله ما يتزرعوا بعدين يقول ما قدرنا خلصنا ثلاث سنين هو هيك راح يصير. بس تفضل خليني اعقب على نقطة، لأنه بس بالفورم أول شيء تنحكي على قصة أنه هذه الحكومة اللي يمكن تنال الثقة الثالثة أو الأربعة قالت أنه هي بودها أنه تتواصل مع الحراك وبتناوي وتتواصل مع المواطنين. أنا كنت بتمنى بدل ما يصير في تسريب كان للدرافت اللي شفناه للمسودة أنه كان يحطوه علناً ويقولوا أنه يا جماعة عم نعطيكم جمعة مش جمعتين ولا شهر، لأنه نحن بوضع استثنائي جمعة للملاحظات ونسمع عن جد للحراك وللثورة وللناس المعترضين بالشارع والمعترضين لهذا الحكم كله، مش فقط بالشارع في ناس كمان مش بالشوارع ومعترضين. هذا اللي كنت بتمنى يصير، مش تسريب ونعلق على التسريب وإلى ما هنالك. بس مشان هيك لتاني مرة يعني كمان يمكن هاي تكون فكرة انه يعتمدوا هيدا اللي اسمه public consultation عن جد، وهيك بيكونوا عن جد انه عم يدخلوا المواطنين بالقرار. شغلة تانية بس خليني اقولها كمان على قصة انه ما فيهم يكون عندهم انه نقاط انه ما بيلحقوا الوزراء انه يحطوا خطط، ومش هناك في روحية وفي جو عام، يعني حتى هيدي مش شايفينها، يعني حتى مش شايفين، يعني هيدي حكومة يعني فيك تسميها حكومة ان شاء الله خير او حكومة تي 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 مثل ما رحت مثل ما جيت اكثر من هيك ما في. لقلك ليش حتى يعني حاطين النقاط مثل ما هن وحاطين 100 يوم، عم بتقول حاطين 100 يوم لثلاث سنين، بس ما بنعرف شو جاي قبل شو الى ما هنالك، يعني فضفاضين مقسمينه من 100 لسنتين، من 100 يوم لثلاث سنين، بس ما بنعرف شو جاي. ماشي ما قريناهم شفنا كيف محطوطين، وبالتالي هي ما فيها جوهر ولا فيها شيء، فيها كوبي بيست. اخذنا يعني سالوا كل وزاره يا جماعه شو عندكم انتم مشاريع يا عم بيقوموا فيها يا حاطينها على خطه العمل وحاطينهم كوبي بيست. اذا يعني ما بتحسي وقت عم تقري هالبيان انه نحن بحالة طوارئ، بحالة انه في حالة طارئة وفي مشاكل هي اولوية بدنا نعالجها. في انه عم برأيك يعني كان لازم البيان مثلا يقتصر على نقاط محددة لو صفحة واحدة بس انه هو اللي هود اللي بدنا نركز عليه. شوفي هيدا اسمها حكومة مواجهة التحديات او ان شاء الله خير. ما بتقلك لوين رايحين، ما نحن هلا بازمه بدنا نعرف انه لوين رايحين، كيف بقى نطلع منها. كلنا عارفين مواجهه، ما المواطن عم بيواجه، مواطن مواجهه التحديات كمان، ولكن الى اين نصل؟ بهيدا مش عارفين لوين نصل. قوانين، استراتيجيات، هيئات، تعيينات، كل هدول اللي بدها تصير، هوين بدها تصير، امتى بدها تصير وكيف بدها تصير. هلا في مسؤوليه كثير كبيره على هيدي الحكومه، ما بدنا ننكر يعني في استحقاقات داهمه، ما في مصاري، يعني في عندهم يعني تحديات كله تعيينات بتعيينات وكله هيئات جديده، ولو مين بده يدفع حقهم اذا مش عم تعملي اصلاح انه تشوفي مشكلتك بالتوظيفات اللي صارت، خاصه هول 10000 الزياده اللي اجوا وقت الانتخابات ودي ذكروا. يمكن هيدا المقصود. كيف بدك تكوني اذا ما شلتي من هونيك بدك كمان تزيدي هلك عليك اعباء، مع انه محقين مثلا هيئه مكافحه الفساد
ثلاثتنا هون نحن شاغلين على هالموضوع شي 10 سنين وطلوع وبنسمع بهيئة مكافحة الفساد. هاي عم بعطيك اكزامبل على انه التحديات الحقيقية اللي بدها تواجههم وعلى قصة انه وفي حتى بالتراتبية في قصص. هلا انا ما بدي احكي بالطاقة لانه بعرف انه بدنا عنا بارت ثاني بالطاقة فما بدي غوص بالطاقة بالشكل. خلينا بوقته بنرجع يعني نحكي حتى بالاولويات مش مزبوطين. يعني هو اللي معتبره ال 100 يوم هو مثلا في اولوية تبع الثلاث سنين هو اولوية هلا مش قلبين وحاطين بس هيك على الفار معطينهم بالسرعة بالسرعة وإنه يلا بس خلينا نقطع بهذه بالحكومة نروح على الـ على الـ على البرلمان ناخد ثقة البرلمان. قوانين حاطين لي قوانين قوانين قوانين. طب ما نحن بنعرف كل قانون بيقعد 3 سنين و10 سنين و15 سنة ما حدا بيعمل فيه شيء. برلمان هو ذات الأشخاص. إذا الحكومة تغيرت يا عمي بدي أعطي إنه هيدي حكومة اختصاصيين مع إنه يعني مش شايف حدا اختصاصه وزارتين بس إنه مشينا لهم إياها اختصاصيين بوزارتين خلينا نعطيهم بركي مجال نشوف بركي يستطولنا العكس لقلك بس إنه قوانين بلش مبادرة ما نحن هن إذا عم قلك عم بعطيك عم قلك إذا هن عن جد الاختصاصيين البرفكت اللي جايين البرلمان بعده ذاته هو بالعقلية ذاته فما في يكون أنا متكلة كل برامجي على القوانين وقوانين تحديث قوانين استحداث قوانين إنشاء شو اسمه استراتيجيات وإلى ما هنالك والأمور اللي معلقة بالبرلمان. أنا كل شيء معلق بالبرلمان ما عندي أمل فيه لأنه البرلمان بعده بوضع يعني مثل ما قبل الثورة وما تغير شيء. البيان يساهم بتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد يعني مثل ما بنأمل يصير في تطبيق للقوانين. في برد إضافة لم يذكر بالتقرير حول متابعة عملية المكننة بالمحاكم والإدارات العامة. شو رأيكم يعني إذا الإي جوفرمنت أنا عم حد خصصنا حلقة عن الموضوع الشباك الإلكتروني أو الإي جوفرمنت طبعا هذا من الإصلاحات المطلوبة لا نحن يخف ما يسمى البيتي كوربشن. أدي بيساعد بمكافحة الفساد. ما هو الفساد نحن إذا بدنا نقسمه في عنا البيتي كوربشن في عنا الجراند كوربشن وفي عنا البوليتيكال كوربشن. البيتي كوربشن يعني أنا لما بدي أطلع إخراج إيد بدي أعمل معاملة يجيب ماي بعمل أدفع لهذا الزلمي مبلغ معين. طبعا لما يكون في عنا الشباك الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية هذا بخفف كتير البيتي كوربشن. ولكن نحن موضوعنا في لبنان مش فقط البيتي كوربشن. نحن عنا الصفقات الكبيرة في عنا الأكبر من ذلك. يعني برأيك الإيجابرمنت أولوية اليوم ولا لا؟ أكبر من ذلك هو الفساد السياسي. نحن خلينا نحن نطلع بالفساد السياسي وبالجراند كوربشن نطلع بالبيتي كوربشن اللي ضروري نحن كمان عم نحكي فيه. طب شو الأولوية اليوم برأيك؟ اليوم الأولوية تطبيق القوانين. تطبيق القوانين يعني نحن أنا عم أطلع بالفقرة التي في مكافحة الفساد. نعم. يلي حطوا لها فينا نشوفها على السكرين في مكافحة الفساد. نعم. هني قالوا بتبلش بالمرحلة الأولى وتمدد إلى المرحلة الثانية يعني يعطونا فترة سنة لا يحققوا هذه النقاط للمعددين. فعنا إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد طبعا مطلوبة الإقرارة. نعم. مطلوب إقراره خاصة تحضرت بالأمصار بوزارة الدولة للشؤون الإدارية خطة التنمية الإدارية. نعم. نحطت الخطة على الحكومة أن تتبناها وعليها كمان تعمل على تطبيقها. يعني إذا بدنا نحن نحكي على تطبيق قانون حق في الوصول إلى المعلومات. نعم. اللي نحن صرنا 3 سنين بشباط 2017 تم إقراره ولا يطبق. يطبق بمحلات كتير صغيرة بسيطة بينما جدا. أنا كان يعني جاي عبالي يكون ضمن البيان الوزاري كل وزير يجي يقول لي أنا بوزارتي بدي طبق هذا القانون وهو من أهم القوانين. صحيح. إن كان الوطنية أو العالمية وهذا من ضمن الأنكاك الاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حق الوصول للمعلومات. أنا كل هذا القانون إذا بدهم يطبقوا المكننة لازم يقروه يعني يمشوا فيه بالأحرى يعني يطبقوا المكننة وما ينشروا حكما الدفعات يلي بتصير فوق الخمسة بس هذا ضروري مليون. كيف تكون عم تطبق طبعاً إذا أنت ما عندك كل يعني كل يعني المواد يلي لازم تحصل عليها وكل المعلومات وكل التفاصيل حتى كل شيء معلومات عنه للشخص الفرد لازم يصير يلاقيها لا يقدر 100% أنا كيف بدي حاسب وسائل وشوف الشفافية في هذه الوزارة يلي أنا عندي نقاط إذا ما بعرف شو عم تعمل كمان والإجراءات اللي عم تاخذها بنشو حكما أو إذا أنا بروح أقدم طلب بدي أعرف هذه المعلومة يعطوني إياها
بالوقت المحدد. وبالتالي أنا كان جعلالي في البيان قول التزام من الوزراء الموجودين حوالينا الطاولة اللي عم يكتبوا هذا البيان أنه نحن حنطبقه. نعم. وينحط كمان استراتيجية الوطنية لتطبيق هذا القانون. وبالتالي هو اللي كنت بتمنى أنا أشوفهم. هلأ في عنا إنجاز أو تعديل بالتعاون مع المجلس النيابي بمشاريع القوانين. في عنا قوانين أوريدي موجودة. الإثراء الغير مشروع بدها تطوير، ماشي الحال حسن، ولكن كمان موجودة هذه بس لازم نطبقها كمان. في أشياء موجودة باللجان مش على الحكومة أنه ترجع تذكرها هون. تم ذكرها شيء كتير حسن. ولكن هذه صارت موجودة بالبرلمان تم ذكرها هون. هلأ تعزيز دولة الهيئات الرقابية، ديوان المحاسبة والهيئة التفتيش. أنا بدي أعرف كيف. أنا بدي الموارد البشرية، يعني بعد حاضرين من كم يوم أنه في فقط 10 مدققين بديوان المحاسبة اللي عم يرجعوا يعيدوا الحسابات لعشرين سنة. التفتيش المركزي كمان عددهم، والتفتيش المركزي كمان كان في مداخلة مع الرئيس القاضي جورج عطية. بس إذا بنفوت على الويب سايت آخر تقرير منشور هو سنة 2014، نحن صرنا سنة 2020، لازم يكون عم ينشر 2019. نعم. وبالتالي هذا طبعا في نقص بالموارد البشرية، في نقص بالمدققين، في نقص يلي عم يشتغلوا عليهم. كان أنا جعبالي مش شوف هذا العنوان، شوف أنه بدهم يخصصوا أو يطلبوا من نقابتنا، من المحاسبين، من الدولة اللي فيها فائض، بعد ما نقول فيها فائض، يجوا يشتغلوا في أشياء فين يقوموا فيها، في أشياء بدها للإدارة للإدارة اللي ما بتشوف فيها. بعدين النقطة مهمة، هلأ نحن بحالة هيدي الفساد الصغير الإداري، هذا مش هدفنا. البلد في شيء اسمه state capture، يعني في فساد على صعيد أوسع سياسي، إنه في مجموعة سياسية متحكمة بهالسلطة وهي وأصحابها عم يسرقوها للدولة، state capture. نحن بهذه الحالة إذا ما صار في علاج لهذا الموضوع، هذا كله البيان الوزارة والحكومة كلها سوا ما في نوى، يعني مش واصلين لمحل، مش واصلين إلا لكارثة بالشارع. لما نكون عم نحكي عن استقلالية القضاء، هيدي الحكومة ترجع حكومة بتشبه الحكومة اللي لما نكون عم نحكي عن استقلالية القضاء، هيدا شيء ضروري كتير لازم يعرفوا المواطنين. الإصلاح السياسي إذا ما صار، ومع الستيت كابتشر إذا ما تعالج الموضوع، هيدا كله مين بدي يعمل إصلاح سياسي؟ مش القضاء اليوم إذا كان مستقل. ما أنا اللي خوفني، لأنه قد ما نحن هلأ قاعدين بالقعر، قعر القعر بالقصة بالمشاكل المالية، مش أن باراليل ما حدا عم يحكي إنه في مشكل سياسي اللي أدى لهون. كيف بدنا نعالج الموضوع؟ هل الدستور بدنا نرجع نفتحه وتنظبطه؟ هل الطائف بدنا نرجع نحكي فيه؟ شو المشكلة السياسية الموجودة؟ أن باراليل بده يصير هذا النقاش. إذا ما صار هذا الشيء، إذا ما صار الإصلاح السياسي، هذا كله ما له باز، ما له باز، بيسقط بيسقط. إلى أي مدى اليوم استقلالية القضاء فيها تساهم يعني بالإصلاح السياسي؟ وأنه بدنا نميز بين أمرين أستاذي فاسكال، بين محتوى البيان الوزاري وبين حظوظ تطبيق البيان الوزاري، وخلط الأمرين ببعضهم بالحقيقة بيضيع البحث. بالنسبة لمحتوى البيان الوزاري، لا أنا بعتقد أنه في عناوين وأهداف إصلاحية حقيقية. بعتقد إذا بنجمع كل ما قيل خلال التظاهرات الشعبية منذ بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول 2019 لغاية الأمس القريب، موجود بهالبيان الوزاري من حيث المطالب المتعلقة بإصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية والاستماع لوجع الناس. ومش صحيح أنه البيان معتبر أنه الدنيا بألف خير، لا، البيان قال صراحة نحن بأزمة خانقة اقتصادية ومالية واجتماعية، وتحدث عن حالة طوارئ إنقاذية، والبيان أقر بالصعوبات والتحديات، حتى أصبح اسم الحكومة مواجهة التحديات وليس حكومة الإنقاذ. صحيح. إقرار بالصعوبات القائمة. كذلك البيان من جملة خصائصه وفضائله، أنا برأيي أنه ما كبر الحجر كتير، ما أغدق الوعود كتير، لأن ساعتها كنا منشك بحظوظ تطبيقه، وكنا منشك بأنه مبالغ فيه من أجل الدعاية السياسية. لا، السقوف اللي رسمها معقولة، والسقوف اللي رسمها تجيب على متطلبات الحراك، ومحتوى البيان يتضمن. بس الحراك يطلب الآلية، يعني عطول. نعم. بيسأل كيف. نعم. يعني ما تبيعونا شعارات. نعم.
كثير عم نسمع شعارات وعلى طول في وعود كل سنه ولا سنه نسمع وعود ويوم بعد يوم بس ما في شيء عم يتطبق. هون بننتقل على الشق الثاني من البحث هو حظوظ التطبيق. نعم. ليش قلت عنا إشكاليتين بالموضوع؟ محتوى البيان، أنا محتوى البيان بقدر أقول محتوى جيد. نعم. دائما في أحسن ودائما بينشغل على أفضل، بس بالمبدأ محتوى جيد من حيث الأهداف الإصلاحية ومن حيث المهل الزمنية ومن حيث الاعتراف بالمشكلة وعدم الإنكار. نعم. وتضمنه الاستعداد والرغبة بوضع مشاريع قوانين، هيدي منا نقيصة، هيدا بالعكس لازم يسجل لمصلحة البيان، لأن نحن عنا نقص بالقوانين، بس هيدا ما بيعني أنه البيان قال ما بده يطبق القوانين الموجودة، قال النيابات العامة من واجبها تتحرك لمكافحة الفساد وشجع على ذلك، بس كمان نحن كلنا بنعرف أنه هناك نقص بالقوانين. نحن اللي عم نقوله خلنا نطبق الموجود ونرجع ما بكف نستحدث قوانين جديدة، بدنا نطبق يعني الموجود وقال رح يطبق ما الموجود. إذا عملنا قوانين عم نطول عطول نحن في طور إنجاز قوانين ومشاريع قوانين كمان بعدها بإدراج مجلس النواب. ندخل على الشق الثاني. نعم. المتعلق بالتطبيق، ضمانة التطبيق هو إذا بدنا نجي نحكم مسبق لا يعني. هي منا ضمانة، هي دي آلية للمحاسب. نعم. وهي دي تعهدات. الضمانة هو موازين القوى مثل كل حكم ومثل كل وضع سياسي، الضمانة هي موازين القوى. اليوم موازين القوى السياسية القائمة هي لمصلحة الإصلاحات، لأنه عندنا ركنين أساسيين بيزيدوا احتمال وحظوظ، وأنا مني عم بتصرف. نعم. على طريقة التنبؤ والتوقع، ولكن من باب التحليل إذا بدي أقرأ اليوم الحالة السياسية بقدر أقول أنه عنا بوضعنا الراهن على رأس الدولة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، أخذ من أول وصوله للرئاسة قرار استراتيجي بمكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة. نعم. وهيدا مش كل يوم بيصير، عنا رئيس جمهورية إصلاحي يتبنى المطالب الإصلاحية، لبل قبل ما وصل على الرئاسة خطابه السياسي مسيرته مبنية على تهديف على تحقيق الأهداف الإصلاحية. اثنين، عنا حراك نشأ ب 17 تشرين الأول ونزل للساحات، ويا ريته نزل من قبل، من 10 سنين ومن 15 سنة ومن 20 سنة، لأنه عملية تهديم الدولة بدأ من 30 سنة، وعملية إدخالنا بمديونية عامة وفساد وإفساد وإسراء غير مشروع وكل الاختلالات المالية والاقتصادية بلش منذ تطبيق اتفاق الطائف بشكل مشوه. نعم. وخاطئ. نعم. فعنا اليوم بموازين القوى السياسية حراك حاضر ناطر، وكل لحظة متأهب للنزول إلى الشارع والاعتراض، وعندنا رئيس جمهورية يحمي من داخل المؤسسات المطالب الإصلاحية، كما هناك كتل نيابية وازنة إصلاحية. فضلا عن ذلك عندنا حكومة صحيح دعمتها الكتل النيابية، وهيدا طبيعي لأنه نحن بنظام ديمقراطي برلماني بدها تاخد الثقة. نعم. ولكن هيدي الحكومة توحي كثيرا بالثقة، وللحراك فضل كبير في الوصول إلى هذه الحكومة، حكومة ما فيها مرشحين على الانتخابات النيابية، ما فيها حزبيين، مش معناتها الحزبيين عيب، ولكن بالجو الحالي هيك شكل بيوحي أكتر بالثقة، فضلا عن قدر الإمكان، ما بدي أقول بالمطلق، إيه مظبوط في بعض الحقائب مش ضابطة مع الاختصاصات الوزراء، بس بالأغلب الساحق الوزراء وخصوصا الحقائب الأساسية وزراء متخصصين في حقائبهم. نعم. كل هالمعطيات مع إعلام مترقب ومتيقظ، مع وضع ما بقى يحمل، يعني حتى على مستوى الزعماء اللي كانوا غاطسين بالفساد بعتقد صاروا يعرفوا وصاروا واعيين انه لا في شيء تغير، سواء لانه وضعنا ما بقى يتحمل المالي والاقتصادي، سواء انه صار في ناس ياخذوا منه. صحيح. مش صحيح. هيدا السبب صحيح. الاساسي، هيدا السبب الاساسي في الحراك الشعبي، في الحراك الشعبي وفي تصميم رئيس الجمهورية على انه مكافحة الفساد قرار. نعم. استراتيجي، وفي الحكومة في نقطة اساسية بالكفاءات الحراك، يعني هو غير انه اسمها الثورة، الثورة هي مش انه داعمة لهي الحكومة، يعني ولا هي هي يعني كلموناها هيدي الحكومة، لا عم بتقول انه فيها تكون الداعمة لهالحكومة تشتغل. ما قلت الداعمة لمكافحة الفساد. ايه ما هالحكومة هي تحت اسم انه بتكافح الفساد. بيجتمعوا على تحقيق الاهداف، مش ضروري يجتمعوا بالتحالف. عبر شو؟ عبر شو؟ ما
عم نقول طيب بس انت عم تفرجينا كأنه هذه الثورة هي اللي تدعم هذه الحكومة. ما قلت هيك. الثورة المساعي هذه الحكومة وضلها ناطرتها. المقصد انه بدها تراقب الحكومة اذا احققت في مكافحة الفساد. ما قلت فقط. بس لنكون لانه معنا كتير وقت بنتقل لملف الطاقة. بس بدي علق بس على نقطة دايما الناس عم تحكي فيها يعني استرجاع الاموال اللي حولت الى الخارج اليوم يعني. ذكرين نقطة بالبيان مثل ما عم نشوف متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج. ستنا الكريمة هذه النقطة تم ذكرها ضمن البيان الوزاري. نعم. أنا إذا بدي أشوفها أنا نحن كجمعية نستغرب ليه لحديت هلأ بعد ما صدرت النتائج سمعنا مين يلي حول. نعم. وهلأ صار فيه هذا الحديث على الطاولة. الشعب يلي بده مكافحة الفساد تينين الثقة بده ياخذ الحكومة تاخذ الثقة بدها تشوف ثقة بالأعمال. الثقة بالأعمال هي لما نشوف في احترام لحقوق الإنسان. لما نحن نقول احترام لحقوق الإنسان يعني ما يكون في عندي تفضيل شخص على شخص. يعني يلي حول أموال لأنه هو أبضاي ولأنه هو عنده مركز سياسي ومالي معين له حق يحول الملايين، بينما الأشخاص التانين الإنسان التاني اللي عنده نفس المستوى بالحقوق ما له حق يسحب أكثر من $100 و$50 و$200 بال15 يوم. يعني يبدو أنه الحكومة عندها نية اليوم تكشف اليوم وتحاسب. هي بتحدي يا أنه حتى يجي تقول مين ما كان يكون في undeclared capital control معروفة صايد وبالتالي الكل سواسية. هون ببلش بتصور الشعب يجي يقول نحن بلشنا نشوف انه في عنا مساواة وبالتالي في حق وقد ينال الثقة. خلينا نشوف الحكومة وعدت انه تصارح غير هيك تصارح اللبنانيين اذا ما بيكون في احترام لحقوق الانسان والمساواة بين كل الشعب. طيب هلا كان بدي احكي عن يعني البيان حكي عن تقوية شبكات الامان الاجتماعية وهيدي نقطة كتير اساسية، تفعيل تحديث الإدارة العامة، إصلاحات هيكلية، شؤون المرأة، وحكى عن وزارة البيئة، الاتصالات، التربية، الثقافة، الإعلام، الرياضة. يعني شو الإنجازات أو الإجراءات اللي حابين يعملوها أو المشاريع اللي عندهم إياها، وتطرق لها يعني بشكل سريع. هلأ ما رح أقدر فوت فيهم كلهم، بهمني فوت بملف الطاقة والكهرباء لأنه هيدا يعني هاجس عند كل الناس اليوم. شو بده يصير بالكهرباء يعني وعجز الكهرباء فخلينا نحضر أو نشاهد الريبورتاج اللي بيستعرض فيه النقاط يلي طرقت لها الحكومة بالبيان ونرجع نعلق. تعتبر فاتورة الكهرباء الشهرية في لبنان من الأغلى في العالم، فالمواطن اللبناني يدفع ما يفوق $120 كمعدل وسطي شهريا، وبدل الفاتورة الواحدة يدفع فاتورتين. ورغم ذلك فإن المؤسسة تتسبب بعجز سنوي في الموازنة العامة بنسبة 50% وتتسبب بنسبة 40% من حجم الدين العام، وهذا سيشكل تحدياً كبيراً أمام حكومة الرئيس حسان دياب التي اتخذت سلسلة إجراءات ضرورية وطارئة لتأمين التيار الكهربائي باستمرار، بدءاً من تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل جذري باتجاه إلغاء الدعم، العمل على شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بأفضل الأسعار وأعلى المعايير الشفافة، العمل على رفع التعرفة مع تحسن التغذية بشكل لا يطال الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، إحالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون 462/2002 تمهيداً لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تلزيم مشروع استخدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي FSRU، تجديد ولاية أو تعيين مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول. ولأن إعداد ووضع دراسة خطة بديلة سيستغرق نحو عام، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى التأخير في توفير الكهرباء وتحميل الخزينة الأعباء المالية المستمرة والتي تصل إلى نحو $2 مليار سنوياً، ستعتمد الحكومة لتنفيذ الخطة التي أقرت بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/4/2019 تعزيز وتسويق الطاقة المتجددة وخاصة في المناطق من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إقرار استراتيجية محدثة لقطاعي المياه والصرف الصحي، تطبيق إجراءات لتعزيز حفظ وكفاءة الطاقة، الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، إقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية.
يعني في عندي أسئلة كتير عم تجيني على الواتساب. في شخص عم يسأل إنه هل بالفعل رح يعني يطلقوا أو يطبقوا أو يقروا بنت إعطاء الأم الجنسية لأولادها، أو هذا مجرد كلام؟ إن شاء الله خير، حكومة إن شاء الله خير هيدي، فإن شاء الله خير. هذا الأمر بيحتاج لتعديل قانوني. صحيح. وأستاذ لوري ما بتحب التعديل القوانين. أنا بحب تعديل القوانين، أنا بحب البرلمان يكون مثل وقت نروح على برلمانات الأوروبية نشوفهم هيك عم ينغلوا نغل، والقوانين اللي عم تشتغل يعني، والعالم محمسة تشتغل لبرلماناتها، مش مثل عنا هون البرلمان قوانين تاخد سنين وسنين وبتنام بالأدراج وبتفوت على البرلمان مثل مدينة الأشباح. مش هذا البرلمان اللي بحبه أنا، مش هيك عم بقلك يعني، إنه مش رح ندوخ هلأ أنا بهيدا البيان الوزاري طبعا واللجان يعني لازم تكون واللجان اللي مش صحيح. لازم تكون سريه وبياناتها وتقارير ولا ما هناك. هذا البرلمان اللي بحبه انا، اللي ما عنا يمشي هيك. هذا البرلمان عندي شكوك حواليه لتعديل قانوني. نعم. وموضوع اعطاء المراه جنسيتها ايضا هذا موضوع يعني دراسي، وهناك عده اراء، لانه في مواضيع تتصل بموضوع وجود النازحين وموضوع التوطين الفلسطينيين. طبعا هناك مساواة بين المرأة والرجل، ولكن بموضوع الجنسية هذا الأمر قيد الدرس للوصول إلى حل، وبالآخر لابد من قانون لهذا الموضوع، لا يمكن تعديله بقرار حكومي. دكتور مجزود، في سؤال من مواطن كمان عم بيقول، في إطار حق المواطن للوصول إلى المعلومات. نعم. ومن تجارب عملية، فأن كافة الوزارات والبلديات ترفض السماح للوصول لمعلوماتها بحجة عدم صدور المراسيم التطبيقية، فهل لاحظت الحكومة الحالية ببيان الوزاري العمل على تفعيل هالقوانين، وهل هناك إمكانية بإعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطن؟ أليس برأيك أن أهم تحديات هالحكومة هو إخضاع الوزارات والبلديات للتدقيق الإلزامي ونشر بيانات المالية للعموم لتضييق فرص الفساد وتوخيا لشفافية أكبر؟ هذا اللي كنت عم بتقوله. قانون الحق في الوصول إلى المعلومات صار له 3 سنين عم يتطبق بشكل كتير هيك خجلانين المؤسسات العامة تحت عدة اعتبارات. بيقولوا نحن بعد ما طلعت البراسيم وهي لا تتطلب براسيم، خلينا نحن نتفق انه قانون الحق للوصول الى المعلومات ما بده مرسوم لتطبيقه. نعم. واضح. ولكن نحن هلا عم نتخوف انه يجي وبذكر بالبيان الوزاري انه يقولوا عم بيقولوا انه بدهم يحطوا مراسيم تطبيقيه. نعم. انا خوفين ما يجوا هذه المراسيم تضيق هذا القانون. هذا القانون واضح وما بده تفسير ولا مربوط بهذه المراسيم. يعني نطبق القانون يعني انا بجي بخاف لانه مثلا يجوا يقولوا لي على سبيل المثال انه بدي انا اعرف لما ياخذ المعلومه لشو بده يستعمل هذه المعلومه. لا اتمنى ذلك نحن لو بدون اي صفه وبدون اي تعريف انا ما بدي مرسوم لانه هو واضح، بنوده واضحه ويطبق بشكل سليم. المرسوم التطبيقي لبعض الامور اللي بتحتاج لاليات، ولكن لا يمكن المرسوم التطبيقي مبدا القاعده بقانون تعزيز الحق بالوصول للمعلومات، وبعتقد يمكن كلنا اشتغلنا فيه. ما هو من حي النائب السابق استاذ غسان مخيبر اللي كان له فضل من ضمن لجنة مجموعة عمل قانونية في البرلمان. نعم. من سنوات سابقة، واشتركنا على مدة سنوات بالعمل على صياغة هذا الاقتراح اللي بيعطي لكل مواطن من دون ما يكون عنده أي صفة وأي مصلحة ومن دون أي تبرير الحصول على أي مستند رسمي من أي إدارة كانت، ما عدا استثناءات محددة تتعلق بمصرف لبنان أو وزارة الدفاع أو الجيش. نعم. أو الأحوال الشخصية. نعم. وهذا إنجاز كبير في إطار الشفافية ومكافحة الفساد، لأن أصبح بإمكان أي مواطن يحصل على أي فاتورة أو التزام أو عقد حاصل مع مين ما كان، ولو ما كان عنده صفة ولو ما كان فريق فيه، ويعمل مقارنات. نعم. ويعمل مقابلات بيناتهم، ساعتها إذا بده يكشف للأعلام عن فساد صار في بإيداء مستندات. نعم. بس في سؤال كمان بس ننتقل لموضوع الكهرباء. المرسوم ما بده مرسوم، القانون واضح بس بدون مرسوم والأمر محسوم يعني، ولكن المراسيم التطبيقية لبعض الأمور للتفاصيل بس، مش معناتها تطبيق القانون معلق. نحن نتخوف وسير المفهوم، نحن نتخوف من تحرير انه هذه المراسيم تكون عم تضيق، ونحن اي مرسوم هذا في هذا الموضوع. خليني لو سمحتي، اي مرسوم تطبيقي يضيق من نطاق القانون بيكون معرض للابطال لدى مجلس الشورى الدولي. لانه ما بيقدر يجي نص
بمرسوم اللي هو أقل رتبة تشريعيا من القانون يضيق عما شغلته يعني. يعمل تفاصيل لتطبيق القانون وليس لتعطيله. في أحد المواطنين هيتا ننتقل لموضوع الطاقة عم يسأل سؤال، حيصير عندنا كهرباء أو لا؟ لا مش حيصير عندنا كهرباء. طالما في هذه الطبقة السياسية مستفيدة من الكهرباء، من قطاع الكهرباء، ما في كهرباء بلبنان. لنكون واضحين وشفافين وما نضحك على العالم، في مشكلة بنى تحتية بالكهرباء، وبذات الوقت في مشكلة فساد. إذا ما عالجنا مشكلة الفساد، شو ما اشتغلت تقني رح يضل عندك ما يكون في كهرباء بوضوح تام. في خلينا نحكي عن يلا خلينا نحكي البند الطاقة، موضوع الطاقة. خلينا نحكي عن نشوفه على الشاشة على النقاط يعني يلي طرق أولى. يلا ليش متشائمة هالقد؟ شو احنا متشائمة؟ لأنه يعني مخصصين له إذا بدك باراجراف حرزين يعني. هيدا يعني في نية اليوم ما نقدر نعالج هيدا الموضوع. هيدا كان لازم يجي دغري بعد القصص الفساد والأموال المنهوبة والقضاء، بده يجي دغري مباشر بعده، لأنه هيدا الملف الأساسي بالفساد. يعني إذا بدك كيف بيتجلى الفساد بالبنان، هو عبر قطاع الكهرباء. الإصلاح المالي قبل خليني بس تقلك على الطاقة. أول شيء مشكورين انه بهيدي الفيرسيون الجديده اعترفوا انه هيدي هي خطه الوزيره ندى البستاني، وما بتسميها حتى 2.0 اللي قدمتها هي. يعني منيح، لانه بهيديك ما كانوا ذاكرينها. يعني هيديك يعني المسوده ايه؟ يعني منيح، ما في بلاجيرزم. مش انه هن اخترعوها لهيدي الخطه، هي خطه ندى البستاني 1.0 ولا تحسينات فيها حتى. حتى بعد ناسين كم شغله من الامور. المهم اللي عنا إياها إنه نحنا مشكلتي وين؟ إنه نحنا بحاجة بهالبيانات الوزارية، مثل ما قال الدكتور، حدا يعطينا أمل، حدا يقلنا إنه عم بفكر بالمستقبل وفهمين اللعبة السياسة، يعني إنه فهمين إنه الحاجات المواطن. هون ما بتشوف الشيء. يعني نحنا التوجه بالطاقة للمستقبل هو للطاقات المتجددة، للغاز يكون هو الترانزيشن. ذكروها بشو؟ بعد 3 سنين، مش بالأولويات. فالمشكلة إنه ما بتصير بسرعة. لا غلط. فالمشكلة هي إنه نحنا ما عم نحس بهيدا البيان الوزاري، ولا بيان وزاري ولا حكومة، إنه في نحنا توجهات. يعني ما في عندك هالانسبيريشن. يعني خلينا نبلش بالاول، عم تقولي انه ما في تعديلات على الخطه، كان لازم يكون في تعديلات. يعني هيدا هو اللي كنت عم بتقولي. يعني الناس اللي عم بتقولوا انه ولو خطه الكهرباء حطيتوها مثل ما هي، خطه الوزيره البستاني. نعم. لانه كان هو افضل الممكن لتجيب الكهرباء بوقتها. نعم. إيه ما بس هن يعني ما اخذوا هيدي الخطه تبع الوزيره البستاني إيه خلينا نحسن فيها، اخذوها مثل ما هي قالوا بدنا نمشيها. نعم. تقلك اول نقطه اهم اساسيه بهيدي الFSRU. يعني هلأ إذا مش هني عم بيقولوا هني إصلاحيين وهني غير وهني غير، البواخر التغويز الFSRU هني تبرزيم مشروع استخدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي الFSRU. الFSRU تقلك شو هي؟ يعني شخطورة. أوكي. هي بديك تجيب الغاز المسال تحطه بقلبها، يرجع يصير غاز يعطيك، ينقل على المحطات ويعطي للمحطات الغاز. نعم. أوكي. هي لأنه الفكرة أنه نحن بدنا نقلب من الفيول أويل، نخلص من الفيول أويل ننقل على الغاز. فكرة رائعة جدا، ولكن نحن ما بدنا 3 FSRU. 3 FSRU هي 3 طوائف حاليا. هلا في 3 FSRU، سني شيعي مسيحي. نعم. الحمد لله أن المسيحي ما بيقسموه كمان، وقتا كنا صرنا 12 واحد 17. إيه؟ لا، انه اذا قسمنا المسيحيه كمان كاثوليك وارثوذكس ولا لا ما كنا خلصنا. نعم. والارمن يا معطرين مش عم يطلع لنا شيء هاليا. انا بطلب بتمنى بترجي لحسان الدياب اذا اخذوا الثقه نهار الثلاثاء انه ياخذ القرار انه اذا بدنا نعتمد الFSRU بس واحد FSRU واحد بزياده. وانا بتمنى من محطتكم هون انه خليهم المسيحيين يتخلوا يقولوا نحن ما بدنا الFSRU الثانية اللي بسلعاتها متخليين عنا، خلينا نخلص بقى من الطائفية بأبسط الأمور اللي عم تكلفنا غالي. خليهم يقولوا نحن ما بدنا إياها. نحن بحاجة كنا بداية لFSRU وحدة فوق بشمال. ها عندنا كسر الموج طبيعي والحريشة فوق بدير عمار، وبعدين هي اللي بحاجة هي كنا فوق.
اللي هي كاسر موج موجود كل شيء موجود يعني بعد اقل كلفه. رجعوا صاروا بدهم يجيبوا لنا اياها بالزهراني وبدهم يعمروا له كاسر موج الى ما هناك. رجع صار عندنا وحده ثالثه بسرعاتا. ارجوكم ارجوكم شيلوا الطائفيه والمحاصصه بقى على ابسط حقوقنا اللي هي الكهرباء. والله العظيم عيب عيب. خلينا نذكر يعني انه بخطه الكهرباء القديمه الجديده بتستند على حل على المديين القصير والطويل. اذ تلحظ وفق القانون الصادر بنيسان 2019 تقديم او انشاء معامل مؤقته ابتداء من العام 2020 لفترة بتتراوح بين 3 إلى 5 سنين يعني بقدرة 1450 ميجا وات، وبالتوازي بيتم إنشاء معامل دائمة بسرعات هي الحل. قالك ليه؟ لأنه لازم ننتقل على الغاز بقى. نعم. ما بقى فينا نتحمل الفيول أول. وبعدين أتقلك جاية بالخطة بالخطة اللي هي كانت خطتها للوزيرة بستاني شراء المحروقات لمؤسسات كهرباء من أفضل الأسعار وأعلى المعايير الشفافية. هيدا هون كتير منيحة جيدة جدا إذا بدنا ننقل على الغاز. نعم. ومش عبر الافساريو عبر هلا لانه لنعمر الافساريو قبل هيدي ما بنعرف اذا قبلها او كيف بدنا نقول. نعم. هون هل هذا يعني انه بدنا نتخلى عن الفيول اويل؟ هل هذا يعني انه بدنا نرجع اعاده تفاوض مع سوناتراك وكي بي سي لناخذ منهم فيول اويل؟ نعم. هل قادرين نوقفهم؟ واذا لا شو بدنا نعمل؟ او اذا عم نحكي عن الغاز لانه كان في كمان بخطتها للوزيره بستاني انه نرجع نتفاوض مع مصر. حاليا اليوم ما بقى فينا نتفاوض مع مصر على الغاز لسببين اساسيين. اول سبب انه صار في غاز اسرائيلي داخل الاسواق المصريه. هل نستطيع ان نضمن انه الغاز اللي بدنا نجيبه غير اسرائيلي؟ اول شيء. ثانيا من اين سياتي هذا الغاز؟ نعم. عبر الانبوب العربي بالتالي بده يقطع عبر سوريا. هل نحن بدنا نتفاوض مع سوريا على هذا الشيء؟ إذا تفاوضنا معه شو هو البديل اللي بدها تاخده سوريا مقابل أنه تقدر تقطع الغاز عنا على لبنان تنستعمل الغاز؟ نعم. فكرة الغاز جيدة جدا ولكن اليوم مستحيلة. مش هيك بدنا نشوف شو بدنا نعمل. مش هيك لازم يكون في وضوح هون. الأفاساريو رائع. برجع بكرر أرجوكم شيلوا الاثنين اللي هني طائفيين. تركوا أفاساريو وحدة خليها نمشي فيها. بس هذا كله يعني عم نتأخر. اليوم نقطة بس اليوم وضحت. لا 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 بعد ما وضحت لأنه كمان عم بيقولوا أنه بدهم يرجعوا يمشوا الأفساريو. ما هي الخطة كانت ماشية ووصلت العروض كلها. حتى ماني أكيد إذا العروض صالحة بعدها أو لا لأنه إجمالا بيكون في عروض تتقدم بيكون إلى مدة صلاحية معينة. نحن دائما مع عرقلاتنا السياسية أو إيد من ضحية. خليني بس خليني بس أقول كلمتين كمان لا ضروريات هدول لأنه بالحكي عن فإذا الطاقات المتجددة لازم تكون هي الأولوية عنا الأولوية. عرفتي؟ مش إنه نتركها لثلاث سنين ولما هناك. ليش بلشنا هلأ نعطي وفي عقود كانت عم تمشي كمان ليه بعد بدنا نأجل؟ لازم تكون هي الطاقة المتجددة هي خلاصنا مع الغاز. ما في عنا شيء تاني. العالم كله منتقل على الجرين انرجي. هيدي مش عم نشوفها. النقطة الثالثة على قصة الصندوق السيادة لأنه حكينا كهرباء خلينا احكي شوية نفط وغاز. أول شيء نحن افتكرنا خلينا نحكي شوية بالكهرباء بنرجع بنحكي عن النفط والغاز. بدي احكي نفط وغاز لأنه في نقطتين كتير مهمين بدي أقولهم يعني. خليني بس بس توضيح للمواطنين الموضوع ورجعنا له. بس بخط يعني بخطة الكهرباء بس عندي سؤال يعني الوزيرة عبد الصمد لما سألوها لما كانت عم تطلي البيان سألوها عن خطة الكهرباء هيك مثل كأنه تلبكت. قالت لهم إنه رح يصير في بعض التغييرات في حال تطلب لأنه الأمر هيدا الشيء والوزير عنده الصلاحية في حال لقى إنه في ضرورة يعني إنه يعني تنفيذ أو تعديل ما يمكن تنفيذه أو تعديله تحت عنوان التعديلات والإجراءات المجدية بحجة إنه ما في وقت نضيعه اليوم. هلا في معلومات بتقول إنه الهدف اليوم هو أخذ الثقة يعني الاتجاه حاليا هو إنه يسيره لا يأخذ الثقة وبعدين يعني هن عارفين انه من بعدها رح يكونوا مجبورين انه ياخذوا قرارات كثير قاسيه وجريئه يعني والا ما بيكونوا عملوا فرق مع الحكومات السابقه لانه لحد هلا خطط الحكومه القديمه موازنه الحكومه بعدها هي ذاتها فمثل كانه عم بيجربوا يقطعوا ياخذوا الثقه وبعدين في اجراءات ثانيه بدها تصير. شو رايك؟ شيء كثير خطير عم تقولي. اول شيء تلاعب على القانون وعلى النظام. اول شيء خلينا نقول انه خطه الكهرباء اللي انوضعت بال 2010 2011 واللي رجعت تعدلت بعض الشيء بنيسان 2019 ورجعت تكرست بالورقة الإصلاحية ب 21/10/2019 لدى حكومة الرئيس سعد الحريري قبل استقالته لهلأ هي موضع إجماع
أو شبه إجماع وطني وسياسي بدليل كل الحكومات المتعاقبة أقرت هذه الخطة وأكدت عليها على الرغم من كل العرائيل السياسية اللي وضعت أمام تنفيذها. فعدم تنفيذ الخطة مش بسبب سوء الخطة أو نقص الخطة أو ضعف الخطة، إنما بسبب العرائيل السياسية، لأنه الخطة بالآخر بدها أموال تتنفذ، إذا ما تأمنت هالأموال ما في مجال تتنفذ. اثنين، وقت لما البيان الوزاري أكد على هالخطة بذات الوقت قال صراحة خلافا اللي عم تقوله أستاذ لوري، بعد اتخاذ التعديلات الضرورية والمجدية، يعني إذا كان في حاجة لتعديلات بيتم إجراء هذه التعديلات. ثلاثة، الطاقة المتجددة ذكرها البيان الوزاري، ولكن الطاقة المتجددة مش قادرة تأمن بسرعة 1500 و2000 ميجاوات، ولكن هي رؤية واضحة بالبيان الوزاري وأكيد لازم نشغل عليها، وأنا بأيد وبشجع ننتقل للطاقة المتجددة ونستعمل كمان الغاز من شان البيئة ومن شان التوفير. أما بالنسبة لاستعمال الغاز إذا نستعمل الفيول، فهلأ صار أكيد المصانع ممكن تنعمل بطريقة مزدوجة ولاستخدامات متعددة، وهذا الأفضل والمثال أنه تكون المعامل مؤهلة والمولدات مؤهلة لتشتغل دائما على المولدات الخاصة الأوفر. يعني لا، المولدات تبع مؤسسة كهرباء لبنان، لا لا نخلص عم منه. ما عم نحكي عن المولدات الخاصة، عم نحكي عن الحكومة. لا عم لا لأنه هني كمان الحكومة، وبالتالي الحكومة وقت لما بتشير لاحتمال انتقال الغاز بس تتوافر الحاجات والمعطيات، أكيد هيدا شيء كتير عملي وكتير مفيد. وإذا اقتضى الأمر انه نتواصل مع سوريا لنوصل الغاز، ما نحن عم نجيب، عم تجي بضاعه من سوريا وفي سفير لبناني بسوريا وفي سفير سوري بلبنان. منا يا دكتور، ما نحن مش مختلفين، بس لانه ما عم بتصير الامور بوضوح. يعني خلينا نفهم بقى، يعني بيصيروا يقولوا انه بدنا نجيب غاز، بدنا نجيب غاز من وين يا عمي؟ ما فسروا لي. واذا بدك تجيب غاز كيف؟ في شيء بيان وزاري بيقول لا لا ما عم نحكي هيك، عم نحكي هلا عن خطه الكهرباء وهدول. خلينا نحكي شوي عن النفط لانه بطل كثير وقت، يعني خلص الوقت. يعني بالنفط كان في مثل ما بعرف جملة شفتها أنا، الإسراع بإجراء دورة التراخيص الثانية للتنقيب على النفط والغاز متابعة إقرار الصندوق السيادي، هذا اللي كتب هو في كذا نقطة، وتجديد للتجديد أو تعيين هيئة جديدة وترسيم الحدود. نحن كجمعية كمان كنا نتمنى إضافة على البيان الوزاري السجل البترولي اللي المرسوم للسجل البترولي اللي لم يتطبق. هذا اللي ما حكى فيه، ما حكى فيه، وبالتالي نحن صرنا زمان عم نطالب فيه ولازم يكون موجود. شو سبب إنه ما شفناه اليوم؟ خلينا رح نفسر. شوفي، هو في القصص الضرورية اللي مش موجودة وقصص يعني أقل ضرورية موجودين، منها مثل ما عم بيقول الدكتور المرسوم السجل البترولي والملكية الانتفاع البنفيشال اونرشيب اللي هلا مش فقط بموضوع النفط والغاز عم ينحكى فيه، حتى بامور تانية بقطاعات اخرى عم ينحكى فيها. يعني نعرف مزبوط، يعني نعرف مين المالكين الحقيقيين للشركات اللي عم تتعاطى بهذا الموضوع. المرسوم صرنا اكثر من يعني اكثر من حكومه بنسمع فيها، يعني من الحكومه اللي كان فيها الوزير سيزار ابو خليل وزير فيها، من حكومه اللي كانت الوزيره ندى البستاني، ولا اليوم ما شفناها بالبيان. مهم انه في هذا المرسومين، مرسوم تبع التعاقد السنوي ومرسوم تسجل البترولي والبنفيشال اونرشيب، اللي هن مفروض يكونوا مبينين هون انه هو بنشتغل عليه لانه هو ضروريات. عاملين حاطين انه تجديد ولايه الهيئه، هيئه قطاع البترول، او تعيين ولايه جديده. شو هالبيان؟ انه لا شو ذاكره، فاذا اذا مش عارف شو بدك تعمل فيه، يعني انه اساسا اخر حكومه، اخر جلسه للوزير للرئيس الحريري، على اساس نحن فهمنا انه اخذوا القرار بالتعيين اعاده التجديد يعني لهلو الأسماء إعادة التجديد، ولكن على ما يبدو ما اتفقوا عليه. اتفقوا على لور سليمان تترك، ولكن إنه ما اتفقوا على إنه الشباب إنه يرجعوا. فهون مش عارفين إذا بيجددوا لهم أو بيرجعوا بعينون. الشغلة الثانية هي الإسراع الأخيرة، الأخيرة اللي هي الإسراع بدورة التراخيص. هلا دورة التراخيص الثانية هلا نحن فيها، كيف حطت لي إياها بالمرحلة الثالثة؟
مش هيك عم بقول لك حاطينهم كيف ما كان بس تنخلص مو هيك لحظه اذا بتريدوا. والصندوق السيادي اهم نقطه منيح الحمد لله شايلين مسقطين شايلين الشركه الوطنيه لانه بالمسوده كان في كمان الشركه الوطنيه اللي بدهم يحكوا فيها كانوا مهم انه شكرا انه شالوها هديك لانه مش وقتها. هلا الصندوق السيادي هو يعني محل ما بده يروحوا المصريات تبع النفط والغاز وكيف بدهم ينضاروا وعلى شو بدهم يرجعوا يفوتوا على الدولة اقرار الصندوق متابعه اقرار لا وين المشكله انا اللي عندي اياها حاليا اليوم اول شيء بعد ما بنعرف اذا عندنا اكتشافات يعني بعد ما بنعرف اذا عندنا نفط وغاز يعني ما بنعرف قد ايه العائدات وما بنعرف امتى الانتاج يعني اليوم ليس هناك من داعي او من الحيح انه ندرس الصندوق السيادي. انا وقت يكون الشارع عنده اشكال هذا مشروع يمتد من المرحله الثانيه للثالثه يعني لا وقتها لازم يكون بين شيء لا انا شخصيا وفي كثير عالم هيدي مصادقه نعمل الصندوق صديقاتي اللي كلهم بالمجال يعني وبال والناس اللي على الطريق وكثير من العالم نعتبر انه في مشكله مع هذا البرلمان. انا هذا البرلمان ما بوثق انه يكون هو يقدر يعطيني قانون بيحفظ لي حقي ولا لا اداره الصندوق لا اداره الصندوق موافق كلمه اخيره ايجابيه لا كلمه اخيره للمشاهدين اللي عم يحضروا كلمه اخيره ايجابيه اللي بدي اقوله انه مع انه اليوم بنحس انه الثوره يمكن همدت او هيك يمكن ما بعرف شو وضعها ولكن الثوره مستمره هيدي ما اجت توقف الثوره وراح تضل عم تضغط وحتى لو قلنا انه اخذت الحكومه الثقه مثل ما عم بيقولوا البعض انه راح يكون في هنالك مراقبه شديده جدا على اللي قادرين يعملوا اللي قادره تعمله هذه الحكومه ولكن اعتقد انه الثوره مستمره ولازم تستمر ولازم تعمل شغله لانه لا عوده الى الوراء يعني ما بقى فينا انه نرجع للحكومات السابقه والتصرفات السابقه ولازم يصير في تغيير بالنظام السياسي على الاكيد. استاذ باسكال نحن قرينا كمان ضمن البيان الوزاري تعيينات بالمجالس وبنقاب الحاكم مصرف لبنان واكل هولي نحن كمان نتمنى ان يكون هن ذكروها انه حسب بكل شفافيه وحسب الكفاءه يجب ان نشوفها ونلمسها هيدا نحن كجمعيه نحن بدنا نشوفها ما تكون مخصصه سياسيه طائفيه لا منا مبنيه على الكفاءات عندنا كثير كفاءات وبدنا نحن نعرف كيف بده يتم هذا التعيين وبدنا نحن نعرف على اي اساس عم بكفها هذا التعيين وما تكون فيها محاصصات هذا من هذا الناحيه. ثاني شيء مثل ما قالت الاستاذه لولي ثوره محاربه الفساد بدات وستبقى وما بدات من شهرين ثلاثه صرنا نحن سنين عم ندفع ثمن الفساد دفعنا كل عمرنا بدا ثمن هذا الفساد. نحن اليوم عم نبني لبنان جديد عم نبني لبنان بده يخلق عم ندفع ثمنه كثير غالي ما بنقدر نسحب لا مصرياتنا ما بنقدر نشتغل خسرنا ايراداتنا ولكن الفاتوره كثير كبيره ولكن الاكبر والاهم هو لبنان مثل ما نحن عم نشوفه مثل ما ولادنا عم يشوفوا مثل ما الشباب اللي عم يشوفوه يلي هو خالي من الفساد خالي من المحاصصة وهو دولة القانون. دكتور مصباح مجذوب عضو الجمعية اللبنانية لتحديد حضرتك باقي معنا دكتور سريعا جدا دكتور هيدي بعدين اسميها يعني انه هي خطة ندى البستاني ما بقى تسميها خطة 2010 لانه اجي بلشت قبل ندى البستاني عدلت فيها بعض الشيء قلت معدل ما بيهم الاشخاص ما عليه نعطي شوية كريدت الحكومة اللبنانية كلها لا بدي أقوله بس بالنسبة لموضوع التوظيفات أصلا في نص بقانون الموازنة السابق يمنع على 3 سنين التوظيفات وبالتالي هو ملء شهور في هيئات ما في توظيفات. 2 الدعوة اللي قلتها أستاذ لوري أنه يا ريت وضع بشكل يعني علني مسودة البيان الوزاري للنقاش. أنا بس بذكر أستاذ لوري أنه كان كل مرة الحراك يرفض التفاوض سواء مع رئيس الجمهورية أو مع رئيس الحكومة فكيف هلا صار بده يتفاوض على البيان الوزاري وهو اصلا رافض الحوار علما انه البيان الوزاري تبنى اغلب مطالب الحراك. ثلاثه بدي اقول نحن بحاجه الى الايجابيه مع المراقبه لانه بدون ايجابيه اذا بدنا ندل بدائره السلبيه والتشاؤم والهدم رح نخسر البلد. لا بدنا ننتقل للايجابيه والتفاؤل مع الاحتفاظ بالمراقبه والنقد البناء. ما بدنا الرأي ما بدنا الرأي ما بدنا المراقبه بدنا نقلع النقد الاقتصادي في اصول ضمن الاصول المؤسساتيه والديمقراطيه. بريك ونتابع.
وسط أزمة اقتصادية مالية اجتماعية معيشية وبيئية لم يشهد لبنان لها مثيلاً، تلتزم حكومة الرئيس حسن دياب في بيانها الوزاري بإجراء سلسلة تصحيحات ومعالجات في المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، بالإضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعية. ومن صلب خطة الإنقاذ الشاملة للحكومة وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي، على أن تتناول هذه الخطة إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد في الإيرادات العامة على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية، إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية على مجمل المداخيل. أما فيما يتعلق بالنفقات العامة فتتناول الخطة إعادة هيكلة القطاع العام من خلال مكافحة الهدر في المصاريف التشغيلية، إحصاء العقارات والمباني التي تشغلها المؤسسات والإدارات العامة تمهيداً لإعادة النظر في جدواها وقيمة إيجاراتها، دمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة والقيام بإصلاح جذري للمؤسسات والمجالس والهيئات العامة وتشديد الرقابة عليها. أما بالنسبة إلى ضبط الدين العام وخدمته فتدعو الخطة إلى خفض خدمة الدين العام من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، اتخاذ تدابير عدة منها السعي إلى تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق بمعالجة الأزمة النقدية والمصرفية فستتابع الحكومة مع المجلس النيابي ومع مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات الضرورية، عاملين على إعداد مشاريع القوانين عند الضرورة للتوصل إلى وضع الآليات المناسبة والضرورية في سبيل حماية أموال المودعين لا سيما صغارهم في المصارف اللبنانية، المحافظة على سلامة النقد، استعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة. وفي معالجة الخلل في ميزان المدفوعات نص بيان الحكومة على تشجيع الصادرات من خلال آليات دعم الصناعات المحلية والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية استثنائية، تشجيع اعتماد أدوية جنريك والأدوية الوطنية في القطاع العام والهيئات الضامنة، مطالبة المجتمع الدولي تحمل عبء النزوح السوري، تسريع عمليات الشراكة في مشاريع البنى التحتية، التواصل مع كل المؤسسات والجهات الدولية الداعمة لتأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية. رحبوا معي مشاهدينا بضيف الجديد بالستوديو بهذه الفقرة أو بهذا القسم من البرنامج، النائب ساركيس صقر، هو نائب المحاسبين المجازين بلبنان. أهلا وسهلا فيك نائب. اليوم يعني إلى أي حد رح تتمكن اليوم الموازنة الجديدة أنه تحقق المطلوب؟ يعني نحن بعدنا ما عالجنا الأسباب الأساسية للهدر من عجز الكهرباء لمزاريب الهدر يلي ما عم بتتم معالجتها لا أسباب لأن محميات طائفية أو سياسية. مرسي أول شيء على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. والنائب بشكركم باسم النائبي أكيد. نحن كمان بنشكرك. هلا بالحقيقة المحورين المرأة وبالأول كهرباء والقضاء، لكن المحور عندي تعليق صغير. تفضل. كلمة واحدة بالقضاء، أنا بتمنى احترام المهل ببت بالقضايا العالية قدام القضاء. بيجي المستثمر الأجنبي بده يشتري بلبنان، أول شيء بيسألنا عن ضرائب والقضاء. صحيح. يا هل ترى أنا إذا قدمت قضية بتخلص وأنا وبعدني طيب ولا بروح من لبنان وما بياخد حقوق؟ هو الأساس الإصلاح القضائي وسريعة القضاء، وإلا أنا برأيي من هون لازم نبلش. يعني ما بدي أقاطع النائب بس عندنا فرصة، عندنا أول شيء رئيس الجمهورية قال لهم للقضاة أنا ضمنتكم أمام أي تدخل. نعم. اثنين عندنا وزيرة عدل قالت ما بدي اتدخل بالتشكيلات القضائية ومعروف عنها كفاءتها ونزاقتها، وبالتالي هيدي فرصة وما كانت بعيدة عن الحراك. ثلاثة عندنا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس سهيل عبود موضع إجماع وطني في نزاهته واستقلاليته. نعم. فهيدي كلها تجعلنا أمام فرصة حقيقية لتحقيق استقلالية القضاء. كم بدك تعلق على الطاقة والكهرباء؟ كمان بصر على المهل إنجاز القضايا ضمن مهلة وعدم التأخير بالبت بالقضايا، لأن أنا بعرف من المالية ولجان الاعتراضات
أنا تركت المالية سنة 2008 بعد في اعتراضات قدام رجال اعتراضات وزارة المالية. هالشيء ما بيجوز حق الناس لازم تصحى. هذا بالنسبة للكهرباء. أنا بقترح قبل ما ينصرف أي قرش على تحسين الكهرباء تتركب الساعة الذكية بكل الأراضي اللبنانية من الطرف للطرف بالمؤسسات الحكومية وين ما كان. صحيح. من ربط هالخزان من سكره نرجع بنحطه. وهي جزء من الخطة. ذكروا بالبيان. بالأول مش بالآخر. نعم. أنا بطلب تكون بالأول. بالنسبة للموازنة الجديدة. بالنسبة للموازنة. الموازنة انعملت بظروف الحكومة السابقة. نعم. مش بظروف الحكومة الحالية. وكان الهدف أنه تقر بالوقت الحاضر مثل ما فهمت أنا قبل ما تسلم الحكومة الحالية مشان نستفيد من الوقت. لأن إذا الحكومة الحالية بدها ترجع تحط إعلانات وتحكي الوزارات وكل وزارة ترجع تحط المشاريع تبعولها رحنا 7-8 أشهر من دارب هالحكومة. مشان هيك الحكومة هالميزانية أقرت تقريبا بحالتها الحاضرة مثل ما إجت تقريبا مع شوية تعديلات من الحكومة السابقة. جربوا أنه تكون متوازنة قدر الإمكان ما يكون فيها كثير عجز كبير. جربوا يفوتوا يدخلوا فيها شوية تحسينات ما يتعلق بالمهل الضريبية والمهل القانونية. واليوم شفت نص كتير حلو انه هالعمال او هالموظفين المصارف اللي عم بيتركوا شغلهم قسرا او عم بيفيه التعويضات الاضافية اللي عم بياخدوها رح تعفى من الضرائب. نعم. انه يعني هني حرام اكيد يطلعوا من شغلهم بس فأمنها انه يدفعوا ضريبة على التعويض اللي بياخدوه كمان فيها ظلم. صحيح. يعني اليوم احسن من هيك موازنة ما كان بينعمل شبه متوازنة. أكيد ما فيها نفقات استثمارية ما راح نتأمل أنه الموازنة راح يطلع منها مشاريع راح تعمل مشاريع على الأرض ولكن بكفي إذا انضبط الهدر وتعاوننت بشكل أنه تدفع المشاريع ضمن حدود الموازنة ما نتجاوز الموازنة. خلينا نقطع هالمرحلة يلي لننقل لمرحلة أحسن لننقل لمرحلة هالحكومة هلا الموجودة هلا ربما تقدر تحضر موازنة مفيدة وفيها استثمارات وفيها شغل لأنه الموازنة القديمة اللي انعملت تبع سنة الماضية ما كان في شيء قدامهم يعملوا إلا كانوا متأملين بساعد ما طلع منه. إلى متى رح يبقى بعض الإنفاق تحت مسميات وهمية؟ يعني وشعارات الضرورة وفيما الضرورة اليوم هي تقليص يمكن القطاع العام. يعني في عنا توظيفات عشوائية في عنا موظفين وهميين في عنا موظفين ما بيجوا على شغلهم. يعني البيان الوزاري ذكر بوضوح إعادة هيكلة القطاع العام. نعم. اثنين بكل البيان القرارات اللي صدرت عن الحكومات السابقة حكيت عن وجوب إعادة النظر بوضع الإدارة العامة وإجراء الترتيبات اللازمة لتحديثها. نعم. ثلاثة بمواضيع الإنفاق بيدخل من هالباب لأقول انطلق من اللي قاله النقيب صحيح هيدي الموازنة الحالية اللي أقرت مؤخرا وضعت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري بعد انطلاق الحراك إذا منتذكر وقت لما يعني طلب 72 ساعة بهال 72 ساعة وضعت خطة إصلاحية وضع مشروع الموازنة بوقتها كان بصفر عجز. صح. وحيلت ب 21/10/2019 على المجلس النيابي ولكن هيدا المشروع لحقوا كتير تعديلات بالمجلس النيابي تحديدا على صفر عجز. لا لأنه صار في تبين أنه في أمور ما عادت ممكن يعني إيرادات تحصل. لجنة الإدارة والعدل تحققت من شو في جدي من الإيرادات وشو في ما جدي وشو في مش من الأساس الطرح ما كان جدي أو هلأ كان موعود الرئيس سعد الحريري شي بيتعلق بدعم من المصارف ومن مصرف لبنان من وين؟ بعد الأوضاع اللي صارت وبعد الخضة اللي صارت بالمصارف هالشي ما عاد ممكن. اثنين بسبب الظروف اللي حصلت بالحراك إيرادات الدولة تراجعت بشكل هائل لأنه ما عادت الناس عم تدفع أو قسم كبير من الناس ما عاد عم يدفع الرسوم بسبب الظروف القائمة وبالتالي لجنة الإدارة والعدل بحضور مختلف الكتل النيابية اخذت بعين الاعتبار هالأمر وبالتالي ما عدنا أمام المشروع نفسه اللي حولته حكومة الرئيس سعد الحريري صرنا أمام تخفيض كبير حصل سواء بالإيرادات
أو بالنفقات. نعم. والنفقات اللي غير مجدية خصوصا تبع الجمعيات ونسوان الوزراء ونسوان بعض الرؤساء والمحظيين، بعتقد هيدي تقلصت لأقصى درجة بالموازنة. هلأ بيبقى التطبيق هون مفروض يكون في رقابة برلمانية، ومفروض يكون في رقابة شعبية، وما يكون مفروض يكون في رقابة من الإعلام ومن الهيئات الرقابية، ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وإلى ما هنالك. أنا كنت بتمنى طبعا لو الوقت بيسمح أنه لا، الموازنة تعد من قبل الحكومة الحاضرة، وإذا بدنا نحكي دستوريا السلطة التنفيذية هي شريكة بوضع الموازنة. صحيح. وبالتالي كان أفضل بي ولا أم كأنه كان يعني أفضل طبعا أنه تكون الموازنة معدة من قبل الحكومة الجديدة، ولكن الظرف يعني الاستثنائي هو اللي بيبرر. صح. اللجوء إلى إقرار موازنة معدة من قبل نائب بتصحيح المالية العامة، يعني مثل ما ورد بالبيان تقسمت على إيرادات عامة، نفقات عامة، ضبط الدين العام وخدمته. هلأ إذا ما نحكي بالإيرادات العامة، نحكى عن إجراء إصلاحات ضريبية بتعتمد على تحسين الجباية وعلى إجراءات هلأ منشوفها على الشاشة كمان انذكرت بالتقرير يوم. يعني ما في شك انه سوء الرقابه على شؤون بشؤون الضريبيه، يعني وتحديدا بما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الارباح، هي سبب رئيسي لتهرب المواطنين من دفع الضرائب. شو هي اشكال التهرب الضريبي اول شيء، وكيف اليوم يعني اخذت الحكومه على عاتقها تكافح هذا الشيء، وهل يعني بالنقاط اللي ذكرت قابله للتطبيق اليوم؟ رح بلش بالاول بالسبب الرئيسي والاساسي. فرض الضرائب وجبايتها هو قرار سياسي بالأول أول شيء، لأن هو بيقوله السياسة الضريبية. نعم. طيب اليوم الدولة والموظفين والوزير ما فيهم يضبطوا البلد كله، ولا ممكن بوضعنا الحاضر محل ما وصلنا بيقدر وزير مالية والأجهزة اللي معه يضبطوا كل البلد. قصة الضرائب بلبنان بدها قرار سياسي. القرار السياسي بدهم يتفقوا كل المجموعات مع بعضهم، من حكام ومن معارضة ومن هيئات حزبية ومن هيئات دينية ومن حتى نوصل لمختار الضيعة، كلهم بدهم يوعزوا للناس للشعب تتأيد بقوانين الضرائب وتدفع ضرائبها، ابتداء من فاتورة الكهرباء وميكانيك السيارة وطابع على الاتفاقية إلى ضريبة الدخل تبع الشركات. يعني اليوم ما بنقدر، أنا كنت موظف ضرائب قبل ما كنت نائب، أنا كنت رئيس دائرة ضريبة الدخل ببيروت وكنت رئيس دائرة كبار المكلفين، وكنا نعاني من أنه نحن كموظفين ضرائب ما فينا نضبط البلد كله، ولا ممكن إذا ما بنتساعد. اليوم بدول العالم إذا الناس ماشي بالصف وواحد طلع ندفع بالصف كل الوقفين بالصف بعيتوا لا لا أمشي صح. طيب نحن هون لازم كل الشعب يقول يا ناس مشوا صح. نعم. ما بقى فينا نضبط إذا منشوف الإجراءات. نعم. اللي حكي عنها مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية، قديش هيدا الشيء أساسي اليوم؟ هي يعني مش أساسي. حكى كتير انه مكافحة التهريب لازم مراقبة المعابر الشرعية، هذا ضروري. نعم. اليوم شركة قاعدة ببيروت وبنك ومدري شو هن، اذا في عندهم تهرب او غلط بيغلطوا بالعشرة بالمية بيغلطوا بالعشرين بالمية، بس هودي عم بيهربوا 100%. بس حتى هودي لازم كمان نوقفون، يعني هاو هاو قبل بلش من صغير لل هاو قبل البنك والشركة وهذا هودي مضبوطين أكيد. هاو أساس ال وهاو بدون قرار سياسي. هاو لأن ما فيك على كل معبر تحطي سكنة جيش، هاي بدها قرار سياسي. نعم. ما بقى تفوتوا منهم، يجي حدا من المجتمع المدني يعيط عليهم يوقفهم. دكتور يمين، فينا نعتبر اليوم انه رح يكون في قرار سياسي خلاص حاسم بهذا الموضوع؟ انا متفائل. نعم. لعدة اسباب طبعا، ظروف، موازين القوى، قرار رئيس الجمهورية، والوضع ما بقى يتحمل. بالبيانات يعني الحكومات السابقة كانوا يذكروا هذا الموضوع، هذا النقطة. هلا اي دائما كان في حكى عن ايه، بس هالمرة في تفاصيل اكثر. نعم. وفي وضوح اكثر. يعني اذا بيجي هون بقرا النقاط بشكل محدد، مكافحة التهرب
تهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي، تحفيز الجباية وملاحقة الشركات والأفراد المكتومين. يعني في اعتراف واضح أنه في تهرب وفي يعني جباية ناقصة. إصلاح النظام الضريبي، هذه كمان كتير مهمة، باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل. يمكن هلأ بنرجع نرجع فيها نشرحها هيدي، إذا نشرحها شوي للناس. شو يعني ضريبة تصاعدية موحدة على مجمل المداخيل؟ اليوم بلبنان في الضريبة على الشركات. نعم. والضريبة على الشركات معروفة، على ربح الشركات بيدفعوا ضريبة 17%، وهالربح بعد ما يندفع منه الضريبة ال 17% بيتوزع على المساهمين على الشركة، بيرجعوا بيدفعوا ضريبة 10%. بس شو ما كان الربح 17%، 17% شو ما كان ربح فلات. أوكي. واللي بيبقى من هالربح بعد ما تندفع الضريبة إذا توزع على المساهمين بيدفعوا ضريبة. نعم. 10%. نعم. هلا في ضريبة على الأفراد يلي هم الأشخاص الطبيعيين إذا كانوا من تجار ولا من أصحاب مهن. هذه الضريبة هون نظام اللبناني بعده نظام قديم يلي هو يسمى نظام الضرائب النوعية على الدخل. يعني كل نوع دخل في عليه ضريبة، يعني الأرباح التجارية ضريبة. هون لاحظوا التوحيد. أيوة لاحظوا التوحيد. نعم. هلا نعم. الرواتب والأجور أنا إلى ضريبة واحدة. الإيرادات الأموال المنقولة من فوائد وتوزيع أرباح إلى ضريبة واحدة. يعني صار المواطن عم يدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة. يعني. عم يدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة ونوعية. حتى نعم. نائب حكيو يعني بعد إذنك اعتماد مبدأ الصحن الضريبي الموحد للأسرة. هيدا مش بس للفرد. نعم. على مستوى الأسرة. هيدا فيها نشرحها كمان. استاذنا شوية رح أرجع أحكي عنه. هي الضريبة الموحدة على الدخل موجودة بكل دول العالم، إنه بياخدوا كل مداخيل اللي بيحصل عليها الشخص. يعني على إجمالي مداخيل الفرد تطبق الضريبة، مش على كل نشاط من نشاطات. أبدا. على مجموع نشاطات. وشو بتجيب له؟ يعني إذا كان بذات الوقت عنده متجر، وبذات الوقت عنده إيرادات من عقارات، وبذات الوقت مساهم بشركة، كل هالإيرادات على إجمالها بيطبق الضريبة التصاعدية، بحيث بتصير بصورة أقرب، بتصير على الهوامش الأعلى. نعم. بينما لو كنت بدك توزعي الضريبة على كل نشاط كان بيتأخر ليصار على الهامش الأعلى. صح. من الضريبة. ومن شان هيك هون بتكون الضريبة التصاعدية أكثر جدوى وفاعلية. بالوقت الحاضر اللي عنده مدخول صافي فوق أكثر من 225 مليون بده يدفع ضريبة 25% منه. بيدفع 25% اللي عنده مدخول. إذا وحدنا الأنشطة. إذا وحدنا. نعم. بس إذا تركتوا الموزعين ما بتوصالي بسهولة على 225 مليون. بالتالي بتضلك على معدل المنخفض بالضريبة التصاعدية. بس هيدا الشيء معقول يضر المواطن أو يزعج المواطن؟ يعني يعني اللي عنده مداخيل عالية منه إزعاج، يعني هذا بكل دول العالم. طيب اللي ما عنده مداخيل عالية؟ لا، ما بده يضل على الهوامش المنخفضة. يعني هي الضريبة معدلاتها بتبلش 6% من. نعم. المدخول وبتوصل لل 25%. هلا بدي احكي عن الضريبه على الاسره. الضريبه على الاسره الصحن الموحد. الصحن الموحد يعني بيفرضوا الضريبه على الاسره، يعني اذا الرجال ومرته اثنينهم بيشتغلوا بيجمعوا لهم دخلهم. آه. مع بعضه بيحطوا عليهم الضريبه. هذه بتمشي بالدول يلي صارت المراه بتشتغل. نعم. نحن عنا يعني وير. نحن المرأة بتشتغل. بس مش مجمل النساء. وبعدين ربما انه بعد شوف انا بكير على تطبيقها هيدي بلبنان. فضل انا الضريبة الموحدة تبقى على الشخص الواحد ما تكون على الاسرة، لانه ادارتها بتصير اصعب. كيف؟ ادارتها بتصير اصعب. المكنة تبعولها بتصير اصعب. ليه؟ بدنا نحكي عن المكنة يعني على الحكومة، تحول الادارات العامة. نعم. نحو التحول الرقمي والالكتروني. صح. وهيدا كمان بكافح التهرب الضريبي وبكافح الفساد. نعم. وخلافا لما قبل قيل انه بس الفساد على المستوى العالي. لا، كمان الفساد على مستوى الادارات ارهق الخزينة العامة. صحيح. وضيع عليها مليارات الدولارات. هيدا. نعم. ما بدنا ننسى. اقرار الشباك الموحد للتصريح الضريبي. بس انا بدي اعرف. يعني هو كلهم نقاط انحكوا، يمكن ما بعرف، انا بحسهم يمكن بيشبهوا بعضهم، انا ما كثير بفهم فيهم، فياريت تشرح لنا اياهم. هم بدي الحقيقه الضريبة الموحدة على الدخل هي القانون تبعولها خالص من 2010 وموجود بوزارة المالية. نعم. نحن كنا بلشنا نشتغل فيه من سنة 2000. ولماذا لم يطبق حتى اليوم؟ حط على جانب ما تطبق أول بأول فترة
قال خلينا نمشي الضريبة على القيمة المضافة قبله، لأن بلشت القصص بال 2001 في الضريبة على القيمة المضافة، ما فينا نحمل المواطن كذا ضريبة، مش هينا الضريبة على القيمة المضافة. واجت فترات كانوا عم بيحضروا لها القانون، وصلوا ل 2010 خلص القانون، توزع على أساس إبداء الرأي فيه وانضب. ما عاد ولا حدا مشي. ليش انضب؟ والله يمكن لأنه ربما ما كان أنه وقته، أو ما لازم ما الحقيقة ما كنت أعرف لا نحط على جانب، بعت الإدارة الضريبية بيعرفوا. بس في شغلة كمان ستنا، الفساد على مستوى الموظفين كتير شغلته هينة. بينجاب على رأس الوزارة مدير عام أبضاي وشاطر ونزيه، تنشال من حوالي الإدارة الرديفة اللي بيجيبوها عادة الوزراء مساعدين معهم. هالمدير العام هذا بيفهم وزارته. أنا بكفل إنه إذا بنحط مدير عام نشط وأوضاعي على كل وزارة شهرين بمشي وزارة. وأنا بعرف وزارات وفيها مدراء عامين شهرين بمشي. اللي عم بيقولوا النائب منطلق كتير كويس أكيد وجدي، بس بذات الوقت أنا بقول أستاذي باسكال لابد من تعديلات قانونية في شق اللي بيتعلق بالفساد على مستوى الوزراء. هيدا لابد من إجراء تعديل دستوري لإخراج مسألة ملاحقة ومحاكمة الوزراء فيما يتعلق بالجرائم العادية اللي بيرتكبوها خلال أدائهم الوزاري من نطاق اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. لا بده تعديل دستوري هذا الأمر، علما أنه النص الدستوري بيتحدث عن اختصاص المجلس الأعلى فيما يتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية. ولكن القضاء بأغلب اتجه إلى اعتبار الجرائم العادية اللي بيقوموا فيها الوزراء بمعرض أعمالهم الوزارية هي مثل الإخلال بالواجبات الوظيفية اثنين أمام اختصاص القضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فإذا لابد من إخراج الجرائم اللي بيرتكبوها من اختلاس وإساءة أمانة وسرقة خلال أدائهم الوزاري من اختصاص المجلس الأعلى وتركها للقضاء العدلي. نصير قادرين نحاسبهم طبعا، لأنه صحيح ما عنده الوزير حصانة مباشرة، ولكن عنده تحصين دستوري صحيح. لأن الملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والبعض بيتساءل ليه بعد ما شفنا ولا وزير بالحبس، بيحتاج لاتهام وإحالة من قبل المجلس النيابي بأغلبية الثلثين اللي بيتكون منه البرلمان، يعني بدك 86 نائب من أصل 128 للاتهام، وبالتالي هذا أمر شبه مستحيل يتوافر. أما على مستوى الموظفين، إضافة للشيء اللي تفضل فيه النائب، نحن بحاجة لرفع الحصانات. ليش بده يتاخد إذن الرئيس من أجل ملاحقة الموظف؟ صحيح قانون إسراء الغير المشروع فيما يتعلق بحصانات الموظفين قال ممكن الملاحقة بدون إذونات، ولكن هناك بعض الجرائم اللي ما بتدخل من ضمن الإسراء غير قانون الإسراء غير المشروع، ولكن هي جرائم بتمس بالعمل الوظيفي، وبالتالي ما لازم نخرج هيدا بقى الالتباس إذا كان بتدخل هالجريمة ضمن الإسراء الغير مشروع أو لا. أي ملاحقة بحق موظف ما لازم تكون بحاجة لطلب إذن رئيسه، لأن هون بتدخل السياسة، رئيسه وزير عنده مصالح سياسية. ثلاثة، لابد هاي المنظومة التشريعية من إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد إقرار قانونها، المراسيم المتعلقة بطبعا مفيدة تعزيز الحق بالوصول للمعلومات وحماية كاشفي الفساد، لأنه قانون حماية كاشفي الفساد فتح آفاق واسعة أمام مكافحة الفساد، بحيث أصبح بإمكان أي مواطن يقدم أي معلومة حول فساد إذا حب يكشف اسمه. فكتير منيح تحدث كمان البيان الوزاري وبالقانون هيدا الشيء ملحوظ. بتجي يعني خلينا نقول تحفيزات وبتجي مكافآت صحيح. مثل كل دول العالم على نسبة عمولة من قديه وفرت على الدولة من نتيجة الإخبار اللي قدمته أو استرجعت مال للدولة بسبب الإخبار طبعا. وإذا حبيت تخلي اسمك، وأنا اشتغلت عليه مع النائب السيد غسان خيبر بالبرلمان، وإذا حبيت تخلي اسمك غير مكشوف بتقدم الإخبار من دون اسم، فتتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمع المعلومات والتقصي، ولها كل صلاحيات قاضي التحقيق ما عدا التوقيف الاحتياطي، ولها أن تستمع إلى الشهود وأن تطلع على جميع المستندات من كل الإدارات، وتدعي باسم المجتمع
أمام القضاء وتلاحق الدعوة وصولا للحكم في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد. نعم. نقيب، قبل ما نحكي شوي بالنفقات العامة وضبط الدين العام، في يعني أحد المواطنين أو المشاهدين عم يسأل شو دور نقابة خبراء المحاسبة الموجزين، لماذا لا تساهم في سد الفراغ؟ عم بيقول عم يصبق علي هالشخص. تفضل. ما خلصت الحلقة بعد. يلا. نحن نقابة خبراء المحاسبة الموجزين دورنا المدقق الخارجي المستقل، يعني إذا بندقق بالشركات أو بحسابات الدولة نحن مستقل، ما عندنا رب عمل، ما بنجي على الشركة لندقق لحساباتها وبيكون مجلس إدارة الشركة هو رب عمل علينا، نحن بنجي نعين من قبلهم، ولكن نحن مستقلين بتدقيقنا، وبذلك كمان نعين على تدقيق حسابات المؤسسات العامة ونكون مستقلين بتقريرنا وبتدقيقنا. نعم. وأنا هل يؤخذ بتقاريركم؟ أنا اليوم عم بعمل مشروع يمكن أعلن عنه الثلاثة، بدنا نأخذ متطوعين يساعدوا ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الدولة، وبدنا يكونوا بتصرف نعم. رئيس المجلس الشورى الدولي وضمن الدوام اللي بيحدد لهم إياه، وبيكون هو اللي بيواجههم بشغلهم أكيد، ونحن هالمتطوعين هو ربما يكونوا مجانا ربما ما اكيد في كثير ناس رح يتطوعوا ولو مجانا، يعني اللي عم يبحثوا عن الحقيقه اليوم، يعني استاذ باسكال كان صار لنا يعني اشار له النقيب كثير مهم، ما تنسي كان صار لنا 15 سنه بدون حسابات. نعم. ما في حسابات، لو ما اصرار رئيس الجمهوريه على اعداد مشاريع قطوعات الحساب كنا ماشيين كل الوقت بدون قطوعات حساب، يعني ما كان مبين المصاري كيف عم بتروح وكيف عم تجي. لهلا امبارح اشار النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنه المال والموازنه انه في اموال ما لها حوالات، البنك الدولي قال كن نحن امام اسوأ اداره ماليه بالسنوات السابقه عم بحكي، وبالتالي اليوم وزاره المال عملت شغل كتير منيح بدعم من رئيس الجمهوريه واصرار منه على اعداد مشاريع قطوعات الحساب. نعم. من 2005 ما كان فيه، ومن 93 لل 2005 كان المجلس النيابي عم بيقر قطوعات الحساب مع التحفظ لان مش مدقق فيهم ديوان المحاسبه وكانوا فيهم اخطاء وعيوب، اليوم عم ترجع من 93 عدت مشاريع قطوعات الحساب وحيلت لديوان المحاسبة، طبعا هناك نقص في القضاة والمحاسبين والمدققين، وحسنا فعل النقيب بمبادرة النقابة. طبعا بدأ يمكن هون آلية لموافقة ديوان المحاسبة، لأنه تدقيق ديوان المحاسبة ضروري حتى وقت لما بده يقر مجلس النواب مشاريع قطوعات الحساب أو بده يرفضها ما يكون على أساس تحفظ وعلى أساس شك، يكون أمام يقين من حيث أنه مرت على ديوان المحاسبة وفصل فيها ديوان المحاسبة، ليقدر البرلمان يفصل، إما بيعطي براءة ذمة أو بيحجب براءة الذمة، وساعتها ينشئ لجنة تحقيق إذا تبين في مليارات ضايعة، إذا تبين في ثغرات ينشئ لجنة تحقيق، وعند الاقتضاء ساعتها يحيل من يجب إحالته على المجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء والوزراء. مبدئيا رئيس الديوان بالأجواء ممتاز وفي تنسيق معه منشان انه بحاجه لقالوا هالشباب، حتى يمكن بيوم من الايام الديوان بيصير عنده موازنه بده يطلب موظفين، بيكون هالمتطوعين هاو دربوا افضليه انه يكونوا صار عندهم الخبره في احد المشاهدين عم يقترح اعتماد براءه ذمه خلو من الفساد تقترن الزاميا مع مستند الهويه لابرازها في كافه المعاملات، هذه براءة الذمة تصدر عن محكمة برئاسة قاضي يعاونه خبراء المحاسبة المحلفين من النقابة، يعني جوابا على طلب من المواطنين تؤكد خلو ممتلكاتهم من أي مستندات فاسدة، وهكذا نثبت الأموال المسروقة والمنهوبة وغير على الموظفين ولا على كل مواطن على المواطن هكل مواطن هيدي بتقلب عبء الإثبات، يعني لأنه يعني أساسا القاعدة هي أنه الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ولكن فيما يتعلق بمن يتولى مسؤولية عامة سواء كان موظف بإدارة عامة أو نائب أو وزير أو رئيس، أنا بأيد نقل عبء الإثبات، لأنه
طالما بقانون إسراء غير المشروع مثل ما هو موضوع، لا نحن عندنا مشكلة. قانون إسراء غير المشروع اللي صدر سنة 99 منه كافي أبدا للملاحقة. قانون إسراء غير المشروع بيجي إذا بدك تدعي بيفرض عليك كفالة 25 مليون ليرة لبنانية، وإذا تبين أنه دعواك ما وصلت لنتيجة وما قدرتي أنت ثبتتي بغرمك لحد ال 200 مليون ليره، وفي عقوبه حبس من 3 اشهر لسنه عقوبه الحبس. لا انا بايد انه يصير في رقابه دائمه بما يتعلق بالموظفين والنواب والوزراء والرؤساء. بيقدم تصريح بممتلكاته عند دخوله خدمة العامة، هيدا التصريح ما لازم يبقى مسكر. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي بيتم إنشائها لازم تفتح هيدا التصريح عند دخوله على الخدمة، ووقت لما يترك الخدمة بيقدم تصريح آخر كمان بتفتح هيدا التصريح. الفارق في الثروة ما بين دخوله بالخدمة وخروجه من الخدمة عليه هو يبرر مشروعية مصدر هذا الفارق. لأنه إذا بدنا نترك العبء على من يدعي ببلد في تعقيدات يمكن ما نقدر نلاقي الأدلة. لا لازم ننقل عبء الإثبات على من تولى خدمة العامة ليبرر شرعية مصادر فارق الثروة بين دخوله على الخدمة العامة وتركه الخدمة العامة. بعتقد هيك بنكون أمام باب أساسي لمكافحة الفساد، وبيكون عند الهيئة الوطنية لحالة القدرة تعرف ممتلكاته، يكون في كشف عن السرية المصرفية كمان تتعرف أمواله، لأنه هيدا بهيدي الوسيلة ما بقى في يتهرب، صار إجباري بده يبرر قانونية مدخوله، وإلا حكما بيكون بموقع الفاسد. عم بيدهمنا الوقت، بدي بس أذكر النفقات العامة اللي ذكرها البيان: إعادة هيكلة القطاع العام من خلال إجراءات محددة، مكافحة الهدر بالدراسات والاستشارات والمصاريف التشغيلية، استكمال إحصاء العقارات والمباني التي تشغلها المؤسسات والإدارات العامة تمهيدا لإعادة النظر في جدواها وقيمة إيجاراتها وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات العامة بحسب الحاجة، بدء الإجراءات لإصلاح أو دمج أو إلغاء عدد من المؤسسات العامة والوزارات. هيدا كلهم ذكرناهم يعني هلا بدنا نحكي عن خطه، يعني وضع خطه لخفض خدمه الدين العام من خلال التعاون بين وزاره المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس بمعدلات الفوائد على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان في سندات الخزينه بشكل ينعكس ايجابا على اداره السيوله والاقتصاد ويخفف العبء على الماليه العالمه. بعتقد رئيس الجمهوريه بكل هالبيان الوزاري مع اهتمامه الاساسي بالمسائل الاصلاحيه ومكافحه الفساد كان عنده همين اساسيين بعمل الحكومه. الهم الاول اعاده النازحين السوريين الى بلادهم، لانه هيدا الامر في أحد اساسي المواطنين كمان اتطرق الى قديش هيدا مهم كمان. واحسن البيان الوزاري ومجلس الوزراء في التجاوب مع طلب رئيس الجمهوريه باعاده النازحين السوريين الى بلادهم. لانه عبء النزوح السوري بحسب تقرير البنك الدولي من 2011 لل 2019 حمل الدوله اللبنانيه 25 مليار دولار امريكي كبنى تحتيه وكأكلاف وكأعباء، فضلا عن أنه هو سبب أساسي بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه فرص العمل راحت من إيد اللبنانيين بسبب أساسي من الأسباب النزوح السوري. وتاني هم كان عند رئيس الجمهورية هو، وهذا هم مقدس كان عنده، تأمين أموال المودعين في المصارف وعدم المساس بأموال المودعين وعدم تعريضها للخطر. يعني بيطمئنوا الناس اليوم أنه المودعين أنه أموالهم بأمان ورح يرجعوا يقدروا يسترجعوا عليها يستحصلوا عليها. ورئيس الجمهورية يضع كل ثقله من أجل تحقيق هذه الضمانة، وبعتقد أنه نحن بهيدا الاتجاه، وكل ضغطه وكل متابعته لحفظ أموال المودعين وحفظ العملة الوطنية وعدم تعريض حقوق المودعين لأي خطر. أنا قلي تعليق على الخطة هاي بخصوص الفوائد. اليوم سؤال اللي سألت غلطة ملت. من سنتين وقت كانوا عم يعدوا وزنة 2017 عاوزين شوية ضرائب إضافية، قاموا حطوا ضرائب على الفوائد التجارية. يعني البنك وقت اللي بيقبض فوائد على سندات الخزينة أو أي نوع تاني بيقبض على الفوائد، هالفوائد هاي مفروض تفوت بأرباحه، وبعد ما تصير أرباح حرة لازم يدفع عليها ضريبة. إجوا حطوا ضريبة على الفوائد قبل ما يقبضها البنك. يعني إذا إجتوا فايدة مثلا، إذا إجتوا فايدة 100 دولار
بده يدفع عليها ضريبه 10% قبل، بس هاي الفائده اللي عم تجي للبنك 100 دولار هو يمكن له فيها 5 دولار او له فيها 10 دولار، لان ما هذه للمودع بده يعطي طب انه على ال 10 دولار يعني بدل البنك عم ياخذ منه 10%. ام غلى الفوائد، اجت الدوله بدها تعمل سندات خزينه بالليره اللبنانيه، طلعت فوائد عاليه، طلعت فوائد عاليه، بطلت تعمل، صاروا يعملوا اورو بوند، بطلوا يعملوا. ليه؟ ما بدهم يبينوا على حالهم الدوله انه عم تعملوا سندات خزينه ب 14 وب 15%. نعم. هون عملت تضخم، كنا عم نحكي فيها بدها تعمل تضخم، ما كان حدا يسمع عملت تضخم. هلا الحل، هلا الفوائد عم بخفضوها هن بشحطة قلم، ما عم تتخفض بحالة اقتصادية صحيحة انه نزلوا الفوائد كذا. طب البيان الوزاري لم يأتي على ذكر مسألة سندات اليورو بوند يعني مستحق بشهر أدار، ايه؟ هل يجب اليوم برأيك على الحكومة انه تتخذ قرار سداد سندات اليورو بوند بموعدها بأدار، ام انه يغض النظر عن هيدا الشيء؟ هل يملك مصرف لبنان السيولة اليوم كافية لتغطية هذا الاستحقاق؟ إذا الهيئات اللي مقرضة بتقبل أنه تتأجل بيكون أفضل، خلي هالسيولة موجودة بالبلد لغير في سيولة أساسا. هناك رأيان، رأيان ورئيس الجمهورية طلب أنه الرأيين يكونوا على طاولته. في رأي بيقول أنه أفضل ما ندفع، بعتقد في مليار و200 مليون دولار على لبنان هلا استحقاق قريب يمكن بأدار، انه ما ندفع هذا المبلغ ونتركه بايد المصارف وبالتالي المودعين، لانه اخراجه عم يطلع من ايد المصارف وبالتالي هاي السيوله عم تنقص من ايد المودعين بشكل غير مباشر. في راي تاني بيقول لا، خلينا هلا ندفع للدفعة التانية اللي الاستحقاق لاحق، بنكون وضعنا خطة لمواجهة الموضوع حتى لبنان ما يعني ينحط عليه علامة استفهام للمرة الأولى بتكون بالحرب ما صارت إنه لبنان ما يدفع استحقاقه. طبعا الأمر قيد الدراسة، بده ينحسب سلبياته وإيجابياته، بس بعتقد مثل ما أشار النائب إذا في إمكانية بالتفاهم مع الدائنين ينعمل طريقة لتأخير الاستحقاق بالتفاهم وليس بالتمنع أكيد أفضل، لأنه خيار التمنع كلفته على المدى البعيد قد تكون غالية. بقى في نقطة أخيرة كان بدي أحكي عنها، يعني هي مش أخيرة بس أنه مهمة جدا، تحفيز النمو الاقتصادي. كان في ريبورتاج ما رح نقدر نعرضه بقى لأنه دهمنا الوقت، بس اليوم يعني الحكومة لا تكف عن يعني رفع شعار تحويل الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد منتج، دعم الصناعة الوطنية اللبنانية إلى ما هنالك، يعني من أجل استقطاب العملة الصعبة. في ثلاث ملاحظات هون استاذ باسكال بالبيان الوزاري نائب. في إعلان واضح وتجاوب مع اللي قاله رئيس الجمهورية من أيلول، وكان كل مرة قبل عم بينادي، بس بمؤتمر أيلول الاقتصادي اللي عمله بعبدة دعا للانتقال قبل الثورة أو الحراك، دعا للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي. اليوم البيان الوزاري إجا يتبنى هذا المطلب، إجا قال صراحة بدنا ننتقل من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الانتاجي، أشار بتخفيض الفوائد على الديون اللي بدها تروح لدعم القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية. اثنين، أشار صراحة البيان الوزاري إلى قطاع النفط باعتباره قطاع انتاجي، وهيدا امر طبعا بهيدا العهد، مع انه من ملايين السنين موجود النفط بلبنان، بهيدا العهد توقعت المراسيم واطلق التنقيب، وهلا نحن قريبا امام اول عملية تنقيب. ثلاثة، كذلك اشار البيان الوزاري بشكل صريح الى تخفيض الرسوم الجمركية بشكل يدعم الآلات اللي تستعمل وتستخدم في الصناعة والزراعة. هيدا بيدل على جدية الحكومة في عملية النقل من الاقتصاد الريعي الى يعني الاقتصاد. حكيوا كمان عن دعم المواد الأولية. صحيح. هيدو يعني هيدا مطلب جمعية الصناعيين، يعني كانوا قديش هلا عم بيطالبوا المواد الأولية والآلات. صح. لازم ينعمل شيء يشجع التجار ليرجعوا يردوا رساميلهم. وقت اللي فقدوا الثقة، انفقدت الثقة، كل الناس خبت رساميلها وبطلت تشتغل. البنك ما عم بيعطي الناس لتشتغل، والناس اللي عندها مصاري ما عم تشتغل فيه. صحيح. اليوم إذا بدنا نعمل نمو بدنا نجي نقول لهم لأصحاب المشاريع
كبروا رسامين شركاتكم ورجعوا دينوها. يعني إذا بتحط أنت رسمال مليون ليرة فيك تدين شركتك 3 مليون وبتاخد عليهم الفايدة القانونية وبتنعفى من الضريبة. لا، لأنه بدل ما يروح ياخد مصاري من البنك ويدفع فوائد للبنك ياخد هالفوائد لقلو، ياخد هالفوائد لقلو، والمالية تعفي من هالفوائد لنشجعه يجيب أمواله على مؤسسته. وهذا مشاريع انعملت كل مرة نكون بحرب وتخلص الحرب بعد 76 انعملت مشاريع لتشجع الاستثمارات وتشجع التداول. هالقوانين انلغت، هلأ طارت، بقى لازم نرجع لقوانين نشجع التداول بالمال ليرجع المال على الحركة الاقتصادية. نعم. صحيح. ولا رح يعني على أمل يعني أنه يصير في تحسيس، ما حدا رح يطلع مصرياته إذا ما كان واثق أنه هالمصاري هاي أكيد بتفوت بالدورة الاقتصادية تبعه وبترجع له. صحيح. إذا بدها تروح يمين وشمال أكيد ما رح يكون مستعد أنه يدخل عنه. شكرا جزيلا لك نقيب، شكرا لك دكتور يمين. قبل في اقتراح شيء مهم لازم يفوت بالموازنة سريعا جدا، والأستاذ يمين لأنه محامي، تعليق المهل العقدية ما ذكروها هون بس أنا بشوفها ضرورية تتعلق المهل العقدية من 17 من وقت ولا شحراك لا ما يطلع القانون، لأن هذه كانت مرحلة فوضى. هلأ لا الناس قدرت تأيدت بمهل، لا قدرت دفع الضريبة بالوقت، لا قدرت يمكن بالعدلية ما صار في تعليق، في دعاوى تعليق قانوني على كل المهل بالمطلق كل العقدية ما حصل. نعم. حصل شيء بيتعلق بعتقد بقروض الإسكان والضرائب. صحيح. مدعومة. نعم. شكرا لك مشاهدينا، موعدنا معكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. بختام ما تنسوا مشاهدينا تتواصلوا معنا على الرقم اللي عم بتشوفوه على أسفل الشاشة، وأيضا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك إنستغرام وتويتر على العنوان حقك بإيدك مثل ما عم بتشوفوها قدامكم، حتى نشوف كيف نقدر سوا نرسخ ثقافة تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية وناخد حقنا بإيدنا، لأنه تطبيق القانون هو الحل. سيادة القانون وحدها بتضمن حقك وحق غيرك، وبالقانون دايما حقك بإيدك. تصبحوا على خير.